نخب في العلم وفي الفضل جاؤونا في أجمل وصل منحونا حبا يتسامى ووئاما يرفل بالبذل نخب في العلم وفي الفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من أريد كاست، البودكاست العلمي التفاعلي الذي يستضيف العلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية على منصة أريد. أريد كاست هو نافذتكم إلى عالم العلوم والمعرفة، حيث نناقش مع ضيوفنا سيرهم الشخصية، التحديات التي واجهوها، إنجازاتهم العلمية، تجاربهم الحياتية وقصصهم الواقعية. نتناول كذلك كتبهم القيمة، أبحاثهم العلمية، أسرار نجاحاتهم وأساليب تفكيرهم. كل حلقة تحمل في طياتها مواضيع شيقة ومفيدة. في الحلقة الماضية تشرفنا باستضافة معالي وزير الشؤون الإسلامية السابق في جمهورية المالديف الدكتور أحمد زياد باقر. أما في حلقتنا اليوم نستضيف الدكتور سيف السويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أريد العلمية، الذي سيشاركنا بتجاربه الشخصية والعلمية ويتحدث عن كيفية تأسيس المشاريع والمنصات الرقمية في لقاء غني ومفيد بإذن الله. مؤسسة أريد العلمية تضم العديد من المشاريع الرائدة مثل منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية، جامعة أريد الدولية للدراسات العليا، وقف الذكاء الاصطناعي، القرية العلمية، منصة أبناء العلماء، العلم للجميع، ومنصة أبصر فايزر، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العلمية الواعدة الأخرى. نأمل أن تستمتعوا بحلقتنا اليوم وأن تكون مصدر إلهام ومعرفة للجميع. تابعونا بالاشتراك في القناة عبر زر الاشتراك سبسكرايب، واستمتعوا بالمزيد من اللقاءات والحوارات المثيرة. حياكم الله دكتورنا الفاضل. دكتورنا الغالي، من هو دكتور سيف؟ ما هي حياته؟ وكيف كانت النشأة؟ شكرا أستاذ رضوان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي سيف يوسف السويدي من العراق، ولدت في منطقة اسمها بغداد الجديدة في بغداد سنة 1983، والأسرة هي أسرة آل سويدي. السويدي هي أسرة عراقية عربية عباسية الأصل، وجذورها طبعا بغدادية، ويرجع النسب إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اشتهر طبعا رجال هذه الأسرة بالعلم والأدب والإفتاء والتدريس. أبي حفظه الله دكتور يوسف السويدي يعتبر يعني من العلماء المهتمين بموضوع المزاوجة بين العلوم، هو تخصصه في الأحياء المجهرية الدقيقة بالإضافة إلى الدراسات الشرعية والإسلامية، فحقيقة كان له أثر يعني كبير على التربية وعلى يعني النشأة والتكوين. وجدي هو الشيخ عبد الله محمد السويدي، أيضا كان إمام وخطيب في بغداد، يعني أنشأ جامع في سوق حمادة في الكرخ في بغداد، حتى اسمه هكذا جامع الحاج عبد الله السويدي. وطبعا هذا الجامع مذكور في كتاب المساجد البغدادية، يمكن تعود إلى كتاب المساجد البغدادية ترى أنه مدون باسم جامع عبد الله السويدي. حقيقة البيئة اللي نشأنا بيها منذ الصغر تهتم بالعلوم التطبيقية والإنسانية وحتى الشرعية، يعني هذا حقيقة أثر على تكوين شخصيتي يعني منذ الصغر، أنه ما أفكر باتجاه واحد أو في علم واحد، وإنما دائما أفكر بالعلوم المتنوعة، بين العلوم يعني بين الطب زائد العلوم التقنية زائد العلوم الشرعية زائد العلوم التطبيقية وهكذا يعني. إن شاء الله أوضح لاحقا في طيات هذا اللقاء. باعتبارك عراقي الملامح والشخصية ولك بيئة معروفة، هذه البيئة نريد أن نتعرف ونصل إلى هذه البيئة، كيف نشأت وكيف كانت نشأتك في هذه البيئة؟ نعم، البيئة حقيقة اللي تربينا بيها هي بيئة
يعني تكاد تكون علمية. أنا أبي حفظه الله يحمل شهادة الدكتوراه من بريطانيا، ومختص كما ذكرت في الميكروبيولوجي، الأحياء المجهرية الدقيقة، من جامعة ويلز. فحقيقة أنا منذ أن يعني وعيت على الدنيا كان دائما يهتم بالعلم والكتب. ولا أنسى طبعا مكتبتنا في بغداد، كانت مكتبة يعني تضم المئات من الكتب، من ضمنها طبعا العلمية وكتب شرعية وكتب تطبيقية. فكنت دائما أخذ هذه الكتب وأحاول أقرأها، يعني كنت لا أجيد القراءة، فكان يأخذ الكتاب ويحاول أن يقرأ لي ويشرح لي عن القصص والمفاهيم والعلوم. فحقيقة منذ النشأة كان عندي حب للكتب. أذكر أول كتاب اشتغلت به، يعني اشتغلت على تأليفه، كنت صف يمكن خامس ابتدائي، نعم، حتى كان مكتوب بخط اليد. يعني هذا أول كتاب لم يطبع طبعا، ولكن كان عندي رغبة منذ الصغر أني أقرأ بالكتب وأنتقي منها الفوائد والفرائد وأكتبها. كان بالضبط يعني أذكر بين الرابع والخامس ابتدائي، يعني أتحدث عن 9 سنين أو 10 سنين. هذا الكتاب الأول اسمه عباد الرحمن، هكذا كان اسمه، عباد الرحمن. فكنت أنتقي من بعض الكتب والأحاديث وأضعها، والأهل كانوا يشجعون. طبعا البيئة مهمة جدا في التنشئة. فهذا كتابي الأول الذي أتذكره الآن. وهكذا كان، ثم أصبحت لي رغبة حقيقة بموضوع الكمبيوتر والأمور التقنية، فاستطعنا أن نؤمن جهاز لابتوب بذلك الوقت في سنة 1997 أو 98. ثم بعدها اشترى لي والدي جهاز كمبيوتر، يعني هو والوالدة اشتروا لي جهاز ديسكتوب. وكانوا حقيقة دائما يعني ما لا يعارضون العمل على الكمبيوتر، يعني لا يقولون هذا ضياع وقت، أنت ليش تضيع وقتك على هاي الأمور. وكنت لا ألعب، يعني ما أستخدمه في الجيمز، أستخدمه دائما أنه أتعلم فيه، أقرأ فيه كتب. كان عندي لعبة أو اثنين كانت في ذلك الوقت، يعني في الجهاز كطفل صغير يعني. فهذه كانت بيئتنا، بيئة يعني تهتم بالقيم، تزرع القيم. كنا نذهب أنا وأبي إلى المسجد يوم في لصلاة الجمعة إلى الجامع يعني. فدائما كان يذكرني، يقول لي هذا حلال، هذا حرام، هذا مع عاداتنا، هذا ضد عاداتنا وتقاليدنا. يعني هذه البيئة بشكل عام. طبعا والأسرة بشكل أوسع، الأعمام والأخوال أيضا كانوا لهم تأثير يعني في هذه البيئة. يعني عمي فاضل رحمه الله أيضا كان يعني مهتم بالعلم، ويعني كان يشتغل هو في التجارة، كان تاجرا، ولكن أيضا كان من المهتمين رحمه الله في العلم. يعني عمي مصطفى حفظه الله أيضا هو أستاذ جامعي ومتقاعد الآن. فهذه البيئة بشكل عام، يعني بالبيئة التي نشأت بها. في حياتك وفي حياة كل إنسان في مراحل ينتقل فيها هذا الإنسان وتصقل فيها مهاراته، يبدأ في عملية التعلم. فدكتور سيف، أنا أريد أن أعرف عن مرحلتك الابتدائية المتوسطة، أي ما قبل الكلية، ما قبل الجامعة. هذه مرحلة مهمة جدا، كيف صقلت فيها شخصية دكتور سيف؟ نعم، بالنسبة للدراسة أذكر الابتدائية كانت في مدرسة في منطقة بغداد الجديدة حيث كنا نسكن. بقيت فيها إلى رابع ابتدائي، ثم انتقلنا إلى مدرسة أخرى في منطقة العطيفية. حولنا بوقتها السكن إلى العطيفية، فكانت الخامس والسادس كانت في هذه المدرسة في العطيفية. ثم بعدها التحقت بمدرسة خاصة أو مدرسة يعني نموذجية اسمها ثانوية كلية بغداد. هذه ثانوية كلية بغداد كان من يدخلها فقط من حصل على أعلى المعدلات في يعني الامتحان الوزاري، كان من الوزارة الابتدائية، ثالث ابتدائي وزاري، ثم نخضع لامتحان IQ تيست، ذكاء، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى رياضيات. فكان يعني يتم انتقاء تقريبا 300 طالب في كل دفعة من هذه الدفعات للحصول على مقعد دراسي في هذه المدرسة، مدرسة ثانوية كلية بغداد. دراسة طبعا فيها باللغة الإنجليزية بالكامل. الصف الأول والثاني كنا نأخذ منهج ICGSE، المنهج البريطاني.
ثم الثالث متوسط نحول على الوزاري، نأخذ مواد بالكامل وزاري، ثم الرابع والخامس نأخذ أيضا المنهج باللغة الإنجليزية، كان أعتقد أيضا كان المنهج البريطاني زائد بعض الكتب التي كان يتم تدريسها في الهندسة مثل كتاب الكالكولوس في الرياضيات، ثم نعود إلى المرحلة الأخيرة السادس الثانوي باللغة العربية الوزاري، امتحان وزاري. ثم طبعا من يصل لهذه المراحل المرحلة النهائية دائما ما يدخل يعني أما كليات الطب أو كليات الهندسة، أو حتى إذا أخذ تخصص آخر فيتميز ويبدع في هذا التخصص، بسبب أنه الشد، كانت الدراسة حقيقة ليست بالأمر السهل، يعني البيئة الدراسية في كلية بغداد كانت صعبة جدا، كنا نعود من المدرسة الساعة الثانية تقريبا، نصل إلى البيت الساعة الثالثة، نرتاح قليلا مع الغداء، الساعة الخامسة تبدأ ما شاء الله تبارك الله مسيرة طيبة، تبدأ الدراسة والاستعداد للكوزات والامتحانات إلى الساعة الثانية فجرا، ننام بضع ساعات ثم نستيقظ وهكذا نذهب. فكان حقيقة شد خلال هذه الست أعوام، كان هنالك ضغط من ناحية العلمية وحتى من ناحية اللغة ومن ناحية الإثراء، المواد الإثرائية التي كنا نأخذها في كلية بغداد، كنا نأخذ المنهج العلمي والمنهج الأدبي، والمنهج الأدبي كان في كتاب إثرائي للمنهج، يعني مثلا التاريخ كنا نأخذ معه كتاب إثرائي للتاريخ، والجغرافيا كان كتاب إثرائي للجغرافيا، وهكذا. كان حقيقة يعني نوع من الإعداد للدخول إلى معترك الحياة يعني عن طريق كلية بغداد، وكان لها حقيقة فضل، فضل لله ثم لهذه البيئة والمدرسة في إعداد شخصيتنا وفي إعداد يعني تهيئتنا للمرحلة اللاحقة يعني. فالله يرحم الأساتذة اللي درسونا وتوفوا، والله يحفظ ويبارك بالأساتذة اللي لا زالوا على قيد الحياة، لهم كل الحب والتقدير والاحترام، أساتذتنا اللي علمونا في ثانوية كلية بغداد. كلية بغداد، أنت تحدثني وتتكلم عن صرح ما شاء الله يبدو صرح عظيم جدا، يعني أصبح تخيلوا أن هي قد تكون جامعة، قد تكون إمكانية، يا ريت تزيدني معلومات عن هذا الصرح الجميل اللي أنت تحدثت عنه بشكل أريده بشكل مستفيض. طبعا في ذلك الوقت المدارس كانت المدرسة الأولى في العراق اسمها الموهوبين، كان فيها بضع من الطلاب الموهوبين حقا يعني. المدرسة الثانية هي ثانوية كلية بغداد، ثم تأتي المتميزين والمتميزات وباقي المدارس، يعني أيضا كان هنالك بعض المدارس المتميزة في العراق. فهذه كانت المرحلة الأولى، واللي أعتقد لها الفضل الكبير في تكوين الشخصية والتهيئة والاستعداد. على سبيل المثال هذا من ضمن الكتب اللي أحتفظ بها في مكتبتي، كتاب الأحياء. هذا كتاب الأحياء كنا باللغة الإنجليزية من دار نشر اسمها نيلسون، طبعا كنا نأخذه بالأعتقد صف الرابع كنا نأخذ هذا الكتاب. هذا الكتاب مكون من يعني تكلم أنت عن كتاب من 700 صفحة، فيه كل أمور الخاصة في الأحياء باللغة الإنجليزية، يعني لو تلاحظ الآن هنا باللغة الإنجليزية المنهج كامل، كتاب وتفاصيله و يعني كنا نأخذ أذكر هذا كله، كنا ندرسه باللغة الإنجليزية. هذا واحد من الكتب. في كتاب آخر اسمه كالكولاس. حقيقة كانت المواد في كلية بغداد مواد منتقاتها مختارة يعني بعناية. لو تسمح لي أحدثك عن تاريخ كلية بغداد، كيف كان يعني كيف بدأت، ما هي كلية بغداد، كيف تطورت كلية بغداد. طبعا هي تعتبر من المدارس النموذجية في العراق، تضم المتميزين من الطلاب العراقيين، وحتى نظام القبول كما ذكرت لك كان نظام صارم جدا، يعني الطلاب المتميزين اللي أكملوا صف السادس ابتدائي وبمعدلات عالية فوق 90، ما أذكر كان يمكن 90 أو 95%، يخضعون لامتحان رياضيات ولغة إنجليزية وكذلك امتحان الذكاء يعني. فكان هؤلاء يدخلون إلى هذه المدرسة، والحكومة بذلك الوقت يعني الحكومة السابقة يعني كانت الرغبة أن تطور مدرسة تجعلها من مدارس النموذجية، ولغة التدريس فيها تكون باللغة الإنجليزية. فحقيقة بوقتها حسب ما قال لي أبي، كان هو ضمن المجموعة المنتقات لإعداد المناهج واختيار الكتب والتدريس فيها، يعني بقى من 95 إلى سنة 2000 حسب ما أذكر يعني. ف
فكان يحدثني عن الأيام الأولى لتكوين هذا المكون العلمي يعني ثانويات كلية بغداد. فكان يتم انتقاء الأساتذة من الجامعات حتى يدرسون المواد باللغة الإنجليزية، فذهبوا إلى جامعة بغداد وأخذوا منها من قسم الفيزياء، من قسم الكيمياء، من قسم الأحياء، قسم الرياضيات. وكان المهمة لإعداد المناهج للتدريس، ولكن حقيقة وجدوا صعوبة بالغة أن هذه المناهج معدل الكليات، كيف سنأتي بها إلى هؤلاء الصغار في الثانوية يعني. فكان هذا التحدي، ثم أخذوا بعض المناهج المعتمدة يعني بالعالم، منهج الـ ICGSE، المناهج الأوروبية. وكان الوالد حفظه الله هو الذي كان يزودهم بهذه المناهج، يعني أرشح لهم بعض الكتب وأعطاهم بعض النماذج للاطلاع عليها، ثم أخذوها وقاموا باعتماد هذه الكتب التي، لهذا أنا عندي النسخة الأصلية من الكتب التي تم طباعتها في ثانوية كلية بغداد. يعني أخذوا الكتب بوقتها أيام الحصار الاقتصادي، كان حصار اقتصادي في العراق، فأخذوا هذه الكتب وعملوا عليها استنساخ. بوقتها كان تضييق على العراق، وكانت الرغبة لإعداد جيل يمكن أن يبني العراق ويساهم في بناء المرحلة القادمة، فكان الاجتهاد في ذلك المرحلة أنه نأخذ الكتب ونطبعها ونعتمدها كمناهج دراسية. وفي تحديات كثيرة، يعني أبي يؤلف كتاب، لديه كتاب اسمه من دجلة إلى الدنيا، السيرة الذاتية، يتكلم فيها بإسهاب حول هذه المرحلة والانتقاء والأساتذة والمنهج وكل ما يخص هذا الموضوع. نعم. طبعا كلية بغداد تأسست 1932، أنا يمكن أخذت وقت يعني فترة أطول الحديث حول كلية بغداد، حقيقة أعتز بهذا الصرح العلمي. تأسست 1932 على يد الآباء اليسوعيين الأمريكان، أما في عقد السبعينيات ألحقت بوزارة التربية العراقية وعاد التدريس بها باللغة العربية. إلى سنة 1994 الحكومة العراقية بوقتها قالت نحولها بالكامل إلى مدرسة نموذجية تدرس المناهج الأوروبية، فكانت هذه الفكرة لأن يعني صناعة القدوات المتميزة لخدمة البلد. فهذا باختصار، أعتذر الإطالة، يعني هذا باختصار حول ثانوية كلية بغداد. طيب دكتور، كل إنسان في الحياة تواجهه مصاعب وتحديات، وأكيد دكتور سيف مر بالعديد من هذه التحديات. هذه التحديات أكيد صنعت فيك شيئا وأثرت بشكل إيجابي أو سلبي، حدثني عن هذه التحديات اللي أنت واجهتها في حياتك. نعم، حقيقة التحديات كثيرة، يعني تحديات أبدي لك من العراق حقيقة أولى وأكبر التحديات كانت هي البنية التحتية في وقت الحصار الاقتصادي مع الحروب. أنا من وعيت على الدنيا كانت منتهية حرب 1988 مع إيران، فهذه أتذكر من عندها بعض الأمور الخفايف يعني، بس التحقنا وراها بحرب بالتسعينات وبعدها حرب أخرى وهكذا، ومع حصار اقتصادي 10 سنوات. فالتحديات حقيقة أنا دائما أحدث أطفالي، أقول لهم أنتم الآن بخير، التولز والأدوات المتاحة لكم والبيئة المتاحة لكم بيئة حقيقة كنا نفتقر لها. يعني أولى هذه التحديات والمشاكل كان موضوع الأمن والأمان. طب تعرف مع الحروب دائما ما واحد يسمع أخبار وإشاعات فكان عدم الشعور بالأمان هذا تحدي كبير جدا كأطفال، كصغار، كمراهقين، كيافعين، لحد مرحلة الكلية. يعني عدم الشعور بالأمان مزعج سبحان الله، يعني الإنسان لما ما يحس نفسه في بيئة آمنة ما يستطيع أن يبدع ويتقدم ويتطور. هذا التحدي الأول والأكبر. في تحديات أخرى مثلا انقطاع التيار الكهربائي. العراق أنا منذ أن وعيت ما في عندنا كهرباء، كانت يعني في عندنا شيء يسمى كان الوطنية، تأتي مثلا لمدة بضع ساعات ثم تنقطع ثم تعود ثم تنقطع. فتخيل أنت أثناء الامتحان مثلا، أنا قاعد أدرس بالليل بالفترة المسائية، الحر طبعا مع انقطاع الطاقة الكهربائية، ما يوجد ضوء، كنا نستخدم شيء يسمى اللالة اللي ما يعرفها يعني من خارج العراق المتابعين، هي عبارة عن أشبه بالفانوس فيه المادة الحارقة مع إشعال هذه المادة يعني حتى تضيء. ثم في بعض العوائل والبيوت كانوا يستخدمون الفانوس،
وبعضهم كانوا يستخدمون يسموه لوكس، وبعضهم كانوا يستخدمون يسموه الكونفرتر او يمكن الانفرتر او الكونفرتر، كان عباره عن جهاز صغير يحول الطاقه من الدي سي طاقه الباتري الى اي سي، فيشغلون عليه ضوء واحد فقط يتحمل الضوء مع المروحه، يعني مع عفوا ليس المروحه اللي احنا نسميها المهفه نهفي بيها يعني، اللي هو المروحه اليدويه يعني. اما طبعا اللي عنده موضوع طاقه كهربائيه ومروحه هذا كان في نعيم. فكانت حقيقه هذه ضمن التحديات يعني اللي كنا نمر بيها. انا اذكر الى ساعه 2 بالليل اقرا على اللاله، ما يوجد كهرباء، ولو جاءت الكهرباء هذه فرحه كبيره انه في صار عندنا طاقه كهربائيه لمده ساعه وتنقطع، فاستغلها ابشع استغلال يعني. كل واحد بالبيت يستغلها حسب الاحتياجات طبعا، الذي يقرأ ويدرس يمكن نفتح لنا المكيف أو يسموها المبردة، نفتح المبردة تبرد شوية الغرفة، بالإضافة إلى الضوء نقرأ على الضوء. فكانت حقيقة هذه تحديات يعني تكون نواجهها في أي أثناء فترة العراق. ثم خرجت من العراق، أكملت طب الأسنان وذهبت لماليزيا، أكملت الماجستير والدكتوراه في ماليزيا في طب الأسنان. فحقيقة واجهتنا نوع آخر من التحديات يعني. الحمد لله البيئة الماليزية بيئة رائعة متميزة، الشعب الماليزي شعب طيب لطيف يستوعب الآخر، ما تشعر أنك يعني ذهبت إلى مكان تستغربه مثلا أو تشعر بالغربة، ولكن حقيقة تحديات أخرى أنه هذه البيئة بيئة بحثية. الجامعة في الماجستير كان full research، فولا نفقه أي شيء عن البحث العلمي يعني. أنا أذكر الأيام الأولى بل حتى كل فترة الماجستير مصطلحات كثيرة وتفكير مختلف وبيئة مختلفة، فكنا حقيقة أواجه صعوبة كبيرة في فهم هذه المصطلحات. مثلا الإحصاء الطبي والأس بي أس أس، وكان أسماء الأشياء الإحصائية تي تيست وإنديبندنت تي تيست وان واي أنوفا وتو واي أنوفا تيست. فأقرأ البحوث العلمية، أنا أجيد اللغة الإنجليزية ولكن لا أفقه شيء. هذه الإشكالية اللي كانت تواجهني في ذلك الوقت. فكنا دائما ما أسأل السبب طبعا في العراق لم نكن نأخذ أي مادة حول البحث العلمي. الآن بالنسبة للمدارس والمناهج الحديثة يعلموهم منذ الابتدائية منذ الصغر التفكير العلمي والتفكير الناقد والبحث العلمي والبحث الصغير، هذا كلها تعتبر من الأمور الهامة في تكوين شخصية الطالب أو الباحث. فالحمد لله الدكتورة أصبحت أسهل من الماجستير بحكم أنه أخذنا نوع من التدريب في الماجستير ونشرنا، وأنا أذكر أول ورقة بحثية نشرتها في مستوى من النشر وسماها بالـ ISIQ1 كان في الماجستير الحمد لله. فثم الدكتوراة أصبح التحصيل حاصل، صحيح الجهد أكبر والأهداف أكبر بالنسبة للأوبجكتيفز، ولكن هي استكمالي مسيرة الماجستير يعني. والتحديات يعني كل يوم هو تحدي، كل يوم في حياة الإنسان من المعوقات والإخفاقات والمشاكل التي تواجهنا، هذا هو شغل الباحث. الباحث هو يتعلم كيف يواجه هذه التحديات ويضع لها حلولاً ويشتغل على حلها وهكذا. طيب لو نتحدث عن المشاريع والإنجازات، دكتور سيف شو أنجزت أنت وما الذي قدمته لهذه البشرية، وما الشيء اللي أنت تعتقد أنه أنت تفتخر فيه في تقديمك له للبشرية جمعاء؟ والله سؤال جميل للإنجازات. أنا حقيقة يمكن حأخذ فترة يعني الإجابة على هذا السؤال الحديث عن الإنجازات. أولى إنجازاتي اللي أذكرها كانت تأليف كتاب منذ الصغر، كتاب ذكرته في البداية اسمه عبادة الرحمن، كنت أخذ الصفات عبادة الرحمن مذكورة في القرآن، فدائما كنت أقرأ بالكتب وأحاول أنتقي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهكذا أخذ الصفات وبوقتها أكتبها. وكان شخص يعينني في ذلك يعني أستاذ ثائر جيراننا كان بمنطقة العطيفية، طبعا كان دائما يوجه لي نصائح، وهو قام بكتابة هذا الكتاب يعني خطه حلو بيده ما بالتشجيع طبعا، والأهل كانوا يشجعون وقالوا لما يكتمل الكتاب سنطبعه وهكذا. طبعا الطباعة كانت صعبة ليست الأمر السهل، بس هذا الكتاب اللي يعني بدأت به. ثم ألفت كتاب ثاني في سنة 2001 يمكن
2001 كان حول موضوع السايبر سيكوريتي. كان عندي ولع بموضوع السايبر سيكوريتي، فكنت دائما ما اي شيء يواجهني مفاهيم مثلا الفيروس وحصان طرواده والسايبر سيكوريتي والفاير وولز والاتاكس والاختراقات فكنت دائما ما اخذ هذه المقالات واحولها واطبقها ثم اشرحها باسلوبي، فصار كتاب من 280 صفحه تقريبا، ايضا لم ينشر ولكن اذكر هذا من المشاريع. انا بطبيعتي حقيقه اعشق المشاريع، يعني يمكن في اليوم الواحد تاتيني افكار كثيره لمشاريع، كل من حولي يستشعرون هذا الأمر، يعني أنه دائما أحاول أي شيء أحوله لمشروع، والمشروع أحوله إلى شيء يمكن تنفيذه على أرض الواقع. ثم بعدها أسست سيستم خاص للدفع الإلكتروني، كان يعني بوقتها استمر لعدة سنوات يعني يقدم الخدمات الخاصة بالدفع الإلكتروني. ثم أسست أكاديمية في ماليزيا اسمها أكاديمية فلسبي، ثم واحدة من الشركات السياحة الهادفة، ثم ديجيتال بلاتفورم منصة رقمية للتعليم الإلكتروني اسمها أبصر للتعليم الإلكتروني، ثم أسست بعدها منصة أريد. حقيقة هذه منصة أريد هي اللي حقيقة يمكن أكثر شيء أفتخر فيه، وأستطيع أن أقول يعني طبعا كل أعمالي أفتخر فيها وأحبها، لأن فيها قصة وتاريخ وتحديات وعشت معها فترة من الزمن. حتى بعض المشاريع أشتغل فيها في اليوم العادي وأسهر معها وأراها في المنام، أرى أني أعمل على هذا المشروع وتأتيني أسماء لمشاريع وأفكار في المنام وأحولها لما أستيقظ إلى على أرض الواقع. ولكن حقيقة المشروع الأكبر اللي أخذ حيز كبير من حياتي، يعني تقريبا نحن الآن 9 سنوات منذ تأسيس هذا المشروع، اللي هو منصة أريد العلمية. أثناء الدراسة في الدكتوراه وجدت أنه لا يوجد نظام يجمع النخب العلمية في بيئة واحدة في مكان واحد، لهذا جاءت فكرة استحداث نظام يجمع النخب العلمية في بيئة واحدة وتسهل لهم التواصل ويزيل التهميش عن هؤلاء النخب العلمية الناطقة بالعربية وبغيرها. يعني فجاءت الفكرة بعد ما طرحتها على قيادات جامعة ملايا بوقتها، يعني ورحبوا بالفكرة، قالوا لي go ahead وإيش تحتاج إحنا يعني حندعمك وحنكون معاك، الخبراء اللي عندنا بالجامعة يستعين بهم القاعات الجامعة. فكانت الانطلاقة الأولى من جامعة ملايا، والحمد لله الآن هو يعتبر يعني أشبه بالفول تايم. هو طبعا مشروع غير ربحي، الهدف من عنده هو فقط يعني تجميع النخب العلمية وتسهيل التواصل فيما بينهم وزيادة الإنتاج العلمي المشترك. وبعدها طبعا أصبحت هنالك أيضا مشاريع أخرى انبثقت من منصة أريد، ممكن إذا يتيح وقت الحلقة أشرح عنها، يعني منصة أبناء العلماء ومنصة العلم للجميع والقرية العلمية ووقف الذكاء الاصطناعي إن شاء الله تعالى. يعني هذا ضمن الإنجازات التي نعمل عليها الآن. أيضا ضمن الإنجازات التي أفتخر بها المحفل العلمي الدولي، أسسنا ملتقى للمؤتمرات وأحداث علمية ودورات وورش عمل تعقد في مكان واحد. طبعا ما قبل المحفل كان هنالك أيضا برنامج مشابه تقريبا اسمه الموسم العلمي الدولي، أطلق بسنة 2016 في ماليزيا. كان أيضا فكرة أنه عدة مؤتمرات، أنا كنت ضمن اللجنة التي تشرف على هذا العمل، يعني المؤسسة التي تشرف على هذا العمل. ثم بعدها أسسنا شيء بطابع يعني مقارب مع بعض الاختلافات وبعض الوجهات النظر في موضوع المحفل. في المحفل العلمي الدولي الحمد لله وصلنا الآن إلى النسخة 14، ستعقد في أربيل إن شاء الله تعالى الشهر القادم، والنسخة 15 في سلطنة عمان بجامعة صحار، وهكذا حقيقة في وصل عدد المشتركين فيه لآلاف من الباحثين ومستفيدين من خدمات وفكرة المحفل العلمي الدولي. هذه تقريبا ضمن المشاريع اللي أخذت حيز كبير من وقتي وجهدي، وموضوع المؤتمرات. وأيضا قمنا بتنظيم بعض المؤتمرات الفرعية، مؤتمر في المخطوطات، مؤتمر في النانو تكنولوجي مع جامعة ملايا اسمه أنيمز، مؤتمر في مستجدات حفظ العقل في ضوء الدراسات البينية، كان مؤتمر رائع في المغرب، مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية. يعني حقيقة يمكن تقول العشرات من المؤتمرات اللي كنت أشتغل فيها أترأسها. وطبعا في رئيس لكل مؤتمر، أنا كنت أشرف على إنجاح هذا المؤتمر.
يعني في رئيس وفي لجنة علمية وفي اللجان التنفيذية والتصميمية واللوجستية. أنا فقط كإشراف يعني على هذه المؤتمرات اللي أفتخر فيها، ونسأل الله أن يتقبل يعني هذه الجهود وهذه الأعمال. نعم. طبعاً أيضاً ضمن الإنجازات شيء بشيء يذكر الكتب اللي ألفتها أيضاً يعني منذ تأسيس منصة أريد، وجاءت بسبب الاحتياج في داخل منصة أريد تضم مجموعة من العلماء والخبراء، فوجدنا هنالك بعض الأمور الهامة التي يمكن أن نعين في سد هذه الثغرات. كان كتاب عن صناعة الهوية العلمية، هذا كتاب. نعم. كتاب يتناول يعني المهارات والآليات والاستراتيجيات اللي الشخص يريد أن يشتغل على موضوع الماركة الشخصية بشكل عام طبعا، واسميناه صناعة الهوية، الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين. فألفت أنا والأستاذ طارق برغاني من المغرب، هذا الكتاب الأول الذي أفتخر فيه. كتاب آخر أيضا ألفته عن صناعة المحافل العلمية، هذا كتاب التخطيط والتنظيم والتفعيل، الكتب حقيقة اللي يعتز بها، حاولنا أن نوثق فيها التجربة لتنظيم المحافل العلمية الدولية والمؤتمرات، وما هو الفرق بين الدورة والمحاضرة والورشة والندوة، التخطيط لها والاستعداد ما قبل وأثناء التنفيذ وبعد، والاستفادة من الأخطاء والتقييم، وفي فصل كامل حول المحفل العلمي الدولي. يعني هنا في النهاية حتى هنا في بعض الصور من المحفل العلمي الدولي، فيه أيضا هنا يعني بعض التوثيق لهذه المرحلة، مرحلة المؤتمرات والمراحل، ولا زال طبعا مستمرة. كتاب آخر أيضا حقيقة أعتز به، وهو كتاب صناعة المنصات الرقمية. هذا الكتاب بدأ بفكرة، ثم محاضرة، ثم حولناه إلى كتيب، ثم بعد الكتيب أصبح كتاب، وتم بناء منهجية كاملة على هذا الكتاب كحقيبة تدريبية. حقيبة تدريبية أنا يعني أعطيتها أكثر من مرة، أنه كيف تبدأ بالتصميم لمنصة رقمية. استفدنا من تجربتنا في منصة أريد والمنصات السابقة، موضوع الحوكمة والتخطيط والاقتصاد التشاركي، المفاهيم الأساسية يمكن للأفراد والمؤسسات أن يستفيدوا من هذا الكتاب. ووثقنا أيضا حول موضوع إنشاء منصة أريد، حتى الفصل الأخير يتحدث حول موضوع دراسة الجدوى للمنصة الرقمية. كثير من الأخوة والأصدقاء والأقران يتحدثون أنه قل لك كم تكلفني هذه المنصة، ففي هذا الكتاب يشرح لك كل جزئية من جزئيات التنفيذ للمنصة وكم هي التكلفة الخاصة بالإنشاء. هذا طبعا كتاب حقيقة أعتز به، وهو موجود مجانا ويمكن تحميله عن طريق منصة أريد. في تقريبا إلى الآن الكتاب ضم، وعندي حقيقة رغبة أنه أطور بهذا الكتاب يعني أحدثه، لأن الكتاب صدر بـ 2020، إحنا الآن 2024، فهنالك بعض الأمور اللي المستحدثة والمستجدة في هذا المجال. طبعا هذا الكتاب تألف من 14 فصل، بتحدث حول موضوع المنصات، ما هي الحوكمة، ما هي نظام المنصات، الفرق بين يسموه linear pipeline والبلاتفورم، المنصة باختصار. هنالك core value، قيمة محورية حولها يحدث التشبيك حول المنصة. فاليوتيوب منصة، في هنالك شخص يقدم محتوى وشخص يستهلك محتوى، الأوبر والأير بي ام بي، و في كثير من المنصات حولنا، وفي اقتصاد اسمه اقتصاد المنصات الآن يعني يتحدثون عنه. كتاب آخر أيضا حقيقة اعتز به، كتاب الميتافيرس، ألفته أنا وزميلي الدكتور أشرف محمد زيدان. هذا الكتاب يتحدث حول تقنية الميتافيرس وكيف ستكون هي وجه الاتصال القادم، حاله حال الإنترنت لما ظهر. الإنترنت لما ظهر كانت الناس غير مستشعرة ولا فاهمة أهمية وجود الإنترنت. الآن طبعا نستخدمه و يعني واعين لأهمية الإنترنت والشبكات والتواصل عن طريق الإنترنت، ولكن وجه الاتصال القادم سيكون عن طريق الـ Virtual Reality. يمكن يكون أنك سترتدي هذا الجهاز برأسك أو بعينك، أو حتى يكون على شكل Implant، سيكون في داخل الدماغ، واحدة من الشرائح تزرع في الرأس وتتواصل مع الأقران، تتواصل مع الأصدقاء، تحضر محاضرات، تحضر أي مؤتمر تريد، تزور أي ساحل تريده في العالم، تسافر إلى القمر، تدخل في جسم الإنسان، تعيش الوقائع التاريخية السابقة. فحقيقة له تطبيقات كثيرة جدا، و
يمكن الآن في الفترة الحالية قل الاهتمام فيه بسبب ظهور الـ AI، بس الـ AI الذكاء الاصطناعي لا يتعارض مع الميتافيرس، بل بالعكس شيء يكمل الآخر يعني. ولكن الآن اللي تريند الصاعد الآن بهذه الفترة هو موضوع الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي تظهر حول الذكاء الاصطناعي، ولكن الميتافيرس لا زال له مستقبل. فهذا كتاب موجود على منصة أريد العلمية، يمكن الدخول وتحميل هذا الكتاب، وكتاب العالم وراء التقليد الميتافيرس. كتاب آخر أيضا أعتز به كتاب عن الذكاء الاصطناعي، حول نموذج الذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي، وحوار افتراضي معه لتطوير البناء الشخصي وتطوير الذات، يعني ألفته أنا ودكتور ماجد الجهني من المملكة العربية السعودية، التقيت به في مكة. فأنا كنت أعمل على التأصيل للذكاء الاصطناعي وكذلك الشات جي بي تي وكيف يعمل، وهو قال أنا عندي فكرة كتاب أنه أسئلة للشات جي بي تي حول موضوع تطوير الشخصي وتطوير الذات. فجاءت الفكرة وتوافقنا عليها، لما لا يتم جمع هذه الجهود في كتاب واحد في مؤلف واحد؟ فقال حبا وكرامة، بالعكس شيء طيب يعني. فجاء هذا الكتاب حول موضوع نموذج الذكاء الاصطناعي، وهو كتاب وقفي. أغلب هذه الكتب هي كتب وقفية، يعني أنه يمكن تدخل إلى منصة تريد وتحملها مجانا وتستفيد منها وتطبعها وتعطيها لغيرك، ليس الهدف ربحي، وإنما هي كتب وقفية يعني من إصدارات منصة أريد العلمية. تقريبا هذه باختصار يعني الإنجازات اللي يمكن أستذكرها الآن حول المنصات والمشاريع وكذلك المؤلفات. الشهادات العلمية، نحن نعرف أن مسيرة كل إنسان في حياته هي شهادة البكالوريوس ماجستير والدكتوراه، ودكتور سيف نعرف لديه ماجستير ودكتوراه في طب الأسنان. هناك شهادات أخرى علمية، يا ريت أنك تحدثني عنها، تحكي لي شو طبيعتها ولماذا اخترت هذه الشهادات العلمية بالضبط؟ نعم، موضوع الشهادات حقيقة ما أعير له أهمية كبيرة، يعني لا على الصعيد الشخصي ولا على صعيد الناس اللي حقيقة ألتقي فيهم لأجل التوظيف أو العمل أو يعني الانخراط معنا في العمل. الخبرة هي أهم من الشهادة. الآن الشهادة هي ورقة أي فور بيبر أنا أسميها، ممكن تحصلها أونلاين، ممكن تحصلها بتحضر لك محاضرة كورس. كثير من الناس اللي ألتقي بيهم في بعض الأحيان بسبب التوظيف في مشاريعنا أرى خال جملة من الشهادات، لمن أسأله لا يفقه شيء حول هذه المواضيع. فالخبرة العملية هي الأهم من الشهادة، يعني لو يكون الانشغال بالتطوير الذاتي وصقل المهارات والانشغال باكتساب مهارات جديدة أفضل من الاهتمام بالشهادة. الشهادة يمكن أن توثق مرحلة دراسية معينة تضعها في السيرة الذاتية لا غير، تكون المفتاح للمقابلة الأولية، بس الخبرة هي اللي تلعب دور. الآن كثير من الشركات ما تهتم بالشهادات. أنا هنا في تركيا كثير من الشركات ما تهتم عند التوظيف مثلا والتعيين، ما تقد سؤال بالانترفيو يكون عندك شهادة؟ إذا قال أي نعم، أعرف كثير من الذين يشتغلون الآن بمؤسسات وشركات ما يشتغلون بشهاداتهم ولا حتى سحبيها من الجامعة، ولكن خبرة والعمل والتفاني هو الذي شخص يثبت وجوده أهم من الشهادة. يعني الإجابة على سؤالك موضوع الشهادات، الحمد لله عندي شهادة بالبكالوريوس في طب الأسنان من الجامعة المستنصرية في العراق، شهادة ماجستير يعني هذا على الصعيد الأكاديمي، ماجستير أيضا في طب وجراحة الأسنان، ودكتورة أيضا في طب الأسنان من جامعة ملايا، وعندي أيضا MBA من جامعة لينكولن في ماليزيا. هذا على صعيد الشهادات الأكاديمية. أما المهنية فلدي شهادة اسمها شهادة CIW Certified Internet Webmaster، هذه شهادة تعطى لمدراء المواقع المرخصين، طبعا هو عبارة عن منهج أمريكي من شركة أمريكية تتيح للشخص أن يفقه الأساسيات في علم الحاسوب والشبكات والسيكوريتي والبرمجة. فالحمد لله امتحنت بها الاختبار، طبعا اخذت المنهج الكيت وامتحنت، اخذت تقريبا 120 يعني فول مارك كانت. عندي شهادة اخرى في CEH اللي هي Certified Ethical Hacker، مخترق اخلاقي مرخص.
أيضا أخذتها في ماليزيا قبل بضع سنوات. طبعا المنهج تغير الآن والأدوات تغيرت بس كان حبي في يعني الأمور السكيورتي والسايبر سكيورتي في ذلك الوقت خلاني أخذ هذه الشهادة يعني، وأخذ المنهج هو يهمني أكثر من الشهادة. المنهج كان هو الحقيقة الشغل الشاغل في ذلك الوقت. عندي شهادة أخرى اللي هي اسمها الميني ام بي اي، الماجستير المهني المصغر في إدارة الأعمال. كان عبارة عن ماجستير مهني في إدارة الأعمال، أخذته من كان هنالك جامعة الإسلامية العالمية مع جامعة أمريكية ميزوري، جامعة ميزوري ستيت أوف أمريكا. كان 100 ساعة من التدريب يعني. كان حقيقة منهج رائع، منهج يعني به فائدة وقصص، والكتاب كان باللغة الإنجليزية مع التلخيصات مع الامتحانات. فهذا أيضا ضمن الشهادات اللي حصلت عليها. تقريبا هذا اللي أذكره يعني. أخذت منهج الـ PMP، لم أخذ الامتحان ولكن أخذت المنهج تقريبا 4-5 مرات. الـ Project Management Professional، أخذت منهج الـ TOT Training of Trainers. حقيقة هذه من الشهادات اللي يمكن يعني أطمح أنه في المستقبل، فقط لتوثيق الـ يعني لتوثيق المنهج أو الحصول على المعرفة النظرية، ولا تكفي النظرية، يجب أن تستكمل بالمعرفة التطبيقية العملية يعني. ضمن الدورات حقيقة اللي أثرت فيه الآن ذكرتها دورة الهيمنة الدماغية، أخذتها في ماليزيا Brain Dominance. دورة أخرى كانت أيضا أخذت فيها شهادة اسمها Multiple Intelligence، الذكاءات المتعددة. هذه من الدورات اللي سويت لي سويتش في حياتي يعني، في تفكيري، في تعاملي مع الناس، تعامل أسري، تعامل مع الأصدقاء، تعامل مع الموظفين. أعطاني إياها الأستاذ معاذ أحمد الحاكم، كانت دورة حقيقة رائعة وأخذنا بها شهادة يعني في ماليزيا. هذه تقريبا هي اللي أستذكرها يعني. وفي بعضها من اليوم واليومين، وحقيقة كثير من الدورات والمحاضرات ورش العمل بعضها فيها شهادات. فحقيقة صعيد الشخصي لا تهمني الشهادة يعني، لا تهمني. المهم أن هي الفائدة، قد فكرة واحدة من هذه الدورة أو المحاضرة هي التي تغير حياتك وتغير حياة الآخرين. والشهادات يا مكثرها، المهتم بالشهادات ممكن تجمع لك 100 شهادة بس على أرض الواقع ما في عندك achievement، ما في عندك إنجاز حقيقي، ما في عندك البصمة اللي تتركها في المجتمع، في أهلك، في منطقتك. يعني هذا إذا كنت قد وفقت في الإجابة على سؤال الشهادات. بعيدا عن الوالدين وتأثيرهم الشخصي المباشر على كل إنسان، هناك أكيد لدى دكتور شيف شخصيات يخبئها في ذاكرته ويتأثر بها. هذه الشخصيات أكيد لها دور في حياتك دكتور، يا ريت تعرفنا ببعض الشخصيات اللي أنت فعلا تعتز بها. والله السؤال جميل. الشخصيات حقيقة شخصيات كثيرة تأثرت فيها. أنا حقيقة أستمتع برحلتي مع العقول دائما يعني، متعتي حتى في السفر في الرحلات، وحاول ألتقي بالناس اللي أستفيد منهم اللي يأثرون فيه يعني. هذه متعتي الحقيقية. متعتي ليست بالسياحة والذهاب إلى البحر أو المسبح أو دائما أبحث عن العقول اللي تؤثر فيه شخصيا. قد يكون تأثير بسيط وقد يكون تأثير عميق. أولى هذه الشخصيات حقيقة أبي حفظه الله، له تأثير كبير جدا في حياتي. الله يجزي عني كل خير ويرزق الجنة يعني وحسن الخاتمة. أبي له بصمة كبيرة في حياتي منذ الصغر يعني، موضوع التنشئة، التوجه، القيم، العلم، الحث على موضوع التعلم المستمر، المهارات، الحرية في الاختيار مع التوجيه يعني. هذه كلها كانت أثرت فيها كثيرا يعني. حتى دائما الآن في الوقت الحالي طريقة التحدث، طريقة التفكير كلها أحاول أن أستذكر توجيهات أبي ونصائحه، ويقول لي هذا حلال، هذا حرام، هذا مع عاداتنا، هذا ضد عاداتنا، وهكذا. وأمي طبعا عند الحديث عن أبي يجب أن تذكر أمي، وأمي أيضا حفظها الله الوالدة أيضا كان لها دور كبير في حياتي وشخصيتي وتنشئتي وتوجيهي، فالله يجزيهم عني كل خير يعني. ضمن الشخصيات حقيقة اللي تأثرت فيها وأثرت فيها ابن عمي رحمه الله الدكتور عمر السويدي،
كان له بصمة كبيرة جدا في حياتي، وعند موته أثر، يعني أثر فيه كثيرا. توفى في جائحة كورونا، في الوباء. يعني أنا لم ألتقي به منذ عدة سنين، يعني ما قبل وفاته، فكان له بصمة كبيرة في حياتي في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة ومرحلة الكلية. رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته. أيضا ضمن الشخصيات الدكتور طه الزيدي، الأخ العزيز، وله بصمة كبيرة في حياتي، في توجيهي، في الأفكار اللي حاليا ننفذها في منصة أريد. يعني وحقيقة شخصيات كثيرة، يعني بعضها لها بصمة كبيرة، بعضها لها بعض الأثر. وأذكر على سبيل المثال يعني من الشخصيات اللي أعتز بها الدكتور سلوان العاني، الأستاذ الدكتور سلوان العاني، الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود. أيضا من الشخصيات اللي لها أثر في حياتي زوجتي أم يوسف، الدكتورة مريم. يعني لها أثر كبير في مشاريعنا وأفكارنا وتوجهاتنا. وأيضا حقيقة ضمن الشخصيات الرائعة كان لها أثر الدكتورة أميرة سمبس من المملكة العربية السعودية، أستاذة في جامعة أم القرى وزوجها الفاضل. يعني حقيقة أيضا كان خلال منذ تأسيس المنصة إلى الآن هي معنا في كل صغيرة وكبيرة، موجهة وناصحة ومرشدة، ودائما ما نستفيد من خبراتها. دكتور ياسر طرشاني، أخي وحبيبي الأستاذ دكتور أشرف محمد زيدان، أيضا يعني منذ بدأت علاقتنا من سنة 2015 ومستمرة إلى الآن، ويعني أستفيد من عنده كثيرا. الدكتور أشرف محمد زيدان، الشخصيات الحقيقة رائعة في حياتي الدكتورة هند حسين عبيد، أستاذة في جامعة بغداد، لها يعني حقيقة أثر كبير في تطور منصة أريد. أيضا الأستاذة مها شرف من سوريا، الأستاذة الفاضلة أسماء غراب، الله يفرج عنهم هذه المحنة وهذا الابتلاء حاليا. الدكتور جمال عبد ناموس أيضا ضمن الشخصيات الرائعة اللي يعني أعتز بيها. الأستاذ الدكتور صالح العلي أيضا، الدكتورة سحار خليفة، الدكتور سعد سلمان مشهداني، الدكتورة ريحاب يوسف. حقيقة كثير من الشخصيات اللي أثرت يعني في بعضها أثر، بعضها أعتز بيها، يعني من باب العمل المشترك ومن باب العمل على مشاريع مشتركة، نفس التوجهات، نفس الأفكار، الطموح. طبعا الإنسان إذا يشتغل مع شخص ما يرتاح له في غير توجهه، في غير فكرة، قد لقاء ودي لبضع دقائق أو لبضع ساعات وتنتهي العلاقة، أما تستمر العلاقة لسنوات فأكيد هنالك جزء من التأثير والتأثر، يعني التأثير في الشخصية والتأثر أيضا بهذا الشخص. ضمن الشخصيات أعضاء الأمانة العامة لمنصة أريد حقيقة أيضا كان لهم الدور الكبير في يعني التقويم وتجويد الكثير من الأفكار، وخاصة في منصة أريد. بروف محمد حمدي عبد الشكور رئيس جامعة ملايا، داتو ذو الكفل في ماليزيا، بروف نور سعادة، بروف يعقوب جيورك في تركيا. حقيقة هؤلاء الشخصيات اللي يعني أعتز بيها حقيقة وأفتخر فيها. أيضا ضمن الشخصيات حقيقة المشرف في الماجستير والدكتوراه بروف برابا نامبيار، هذا الشخص حقيقة شخص متميز، يعني كان له مواقف طيبة وتعلمت من عنده الكثير في مجال البحث العلمي. بروف برابا شخصيته رائعة، محب، معطاء، حدثت الكثير من المواقف معاه. يعني تعرف أنا 10 سنين معاه من سنة 2008 إلى 2017، فكنت ألتقي فيه بواقع مرات كل أسبوع، مرات كل 10 أيام، مرات كل يوم نلتقي. فحقيقة تعلمت وأخذت كثير من شخصيته الرائعة بروف برابا نامبيار. أيضا بروف نياو الكوسوبرفايزر، بروف تشاي، هم الأصل من الصين، هم صينيين، بروف نياو بروف تشاي، بس حقيقة أيضا استفدت منهم، يعني تعلمت، كان لهم الفضل لله ثم لهم في تعليمي للبحث العلمي. وكان أيضا في الماجستير بروف شان هندي، بروف شان أصله هندي، طبعا هو هندي ماليزي، أيضا تعلمت من عنده الكثير. بروف زينال كان الـ HOD Head of Department في الكولج اوف دنتستري. فحقيقة كثير من الشخصيات، يمكن يعني انا اخشى انه ما اذكر اسم ووراها يعني استذكر بعض اللقاء. ف
فحقيقة شخصيات كثيرة كان لها أثر كبير في حياتي، يعني بعضهم كان لفترة بسيطة، بعضهم كان لسنوات، مثل مشرف، مثل الشخصيات التي ذكرتها. أيضا ضمن الشخصيات دكتور قيس العاني، الأب الثاني لي، والد زوجتي، له حقيقة أثر كبير جدا في حياتي، في توجيهي، في دعم المشاريع، دعم المعنوي والمالي للمشاريع. فأيضا كان حقيقة كان له أثر كبير. يعني أنا دكتور قيس يعني أعرفه منذ سنة 2000 من سنة 2000 تقريبا، فنتحدث عن 24 سنة من المتابعة والتوجيه والتقويم والدعم. فجزاه الله خير دكتور قيس العاني، طبيب أطفال، وهو والد زوجتي. طيب، عندي معرفة أنه ما شاء الله عندك شغف ومحب للقراءة والاطلاع على الكتب، ومكتبتك هي التي تثبت ذلك. لكن في كل حياة كل إنسان هناك كتب أو كتاب معين يؤثر فيه بشكل كبير جدا، يا ريت تذكر لنا هذه الكتب، تحكي لنا عنها، وكيف أنت كنت تستمتع بقراءتها. حقيقة الكتب كثيرة، يعني أنا مئات الكتب اللي استفدت منها وقرأتها، ولكن في بعض الكتب حقيقة يعني استفادت منها ولازلت أقرأها إلى الآن، كل ما أحتاج أعتبرها مثل المرجع لي. كان كتاب في البحث العلمي مثلا، كتاب هذا هو الكتاب How to write and publish a scientific paper، هذا كتاب أنا عندي النسخة الخامسة والسادسة منه، هذه النسخة أعتقد ظهرت، هذه النسخة الثامنة، النسخة السابعة والثامنة، قد ظهرت نسخة أخرى، ولكن حقيقة أنصح به وبشدة، كتاب حول موضوع How to write and publish a scientific paper. كتاب آخر أيضا جميل جدا استفدت منه كثيرا وقرأت النسخة السابقة منه، هذه أحدث نسخة، كتاب حول writing your journal article in 12 weeks، كيف تكتب ورقة بحثية في 12 أسبوعا، وأخذت من عنده كثير من المعلومات وأعطيتها في دورات البحث العلمي التي أقدمها. هذا على صعيد كتب البحث العلمي يعني اللي استفدت منها كثيرا. حقيقة أولى الكتب اللي استفدت منها وأثرت في كتاب الوالد حول الإسلام والعلم التجريبي. أنا منذ صغري في مكتبتنا، كان مكتبتنا تضم المئات من الكتب، فكنت دائما أنتقي هذه الكتب وأقرأها. فهذا الكتاب حقيقة عشت معاه أيام منذ الصغر، يعني كتاب الإسلام والعلم التجريبي، هذه الطبعة الثانية يمكن من كتاب طبع بالكويت. هذا الكتاب يتحدث عن المزج بين المفاهيم الحديثة الآن ومع التأصيل الشرعي لها. والمؤلف الوالد حفظه الله يعمل الآن على نسخة أخرى جديدة محدثة فيها حول مواضيع، يعني موضوع الأوبئة، موضوع الإجهاض، في بعض المواضيع العلمية المعاصرة والحديثة والاستنساخ، فأيضا يأخذها من ناحية التأصيل الشرعي. فهذا أعتقد هو من الكتب اللي أولى الكتب اللي تأثرت فيها، كتاب الإسلام والعلم التجريبي. أيضا ضمن الكتب حقيقة كتاب اسمه The Leadership of Muhammad، قيادة محمد، المؤلف هو جون أداير، هذا المؤلف هو غير مسلم، أول من حصل على البروفيسورشيب في القيادة، في الليدرشيب، حصل على البروفيسورية الأستاذية بالقيادة، وعاش بالمملكة العربية السعودية لفترة من حياته. فحقيقة ألف هذا الكتاب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو كتاب طبعا ليس بالكبير، كتاب من تقريبا يعني نتحدث عن 126 صفحة، ولكن معلومات الفيد معلومات جميلة وقيمة ولطيفة، لا يغطي كل شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن شخصيته القيادية، ولكن بعض الأمور اللي أخذها وقال هذه السمات وهذه المواقف نحن الآن ندرسها وندرسها في كليات القيادة، وحول إلى عدة لغات من ضمنها اللغة العربية. هذا الكتاب The Leadership of Muhammad. ضمن الكتب في موضوع ريادة الأعمال كتاب خرافة ريادة الأعمال، هذا كتاب أيضا أنصح به وأثر فيه يعني بشكل جميل. كتاب آخر كتاب Scholarly Communication، الاتصال العلمي، اتصال بين العلماء والباحثين، وأنا الآن أعمل على كتاب يعني حول نفس الموضوع، حول صناعة الاتصال العلمي. تقريبا هذه الكتب اللي أثرت فيه. في كتاب آخر في ريادة الأعمال أيضا اسمه كتاب The Disciplined Entrepreneurship،
ريادة الأعمال المنضبطة. طبعا هذا كتاب هو باللغة الإنجليزية، يأخذ خطوات ريادة الأعمال في 24 خطوة لتأسيس أي مشروع ناجح، وهو منهج معتمد في MIT، في ورش MIT يعتمدون على هذا الكتاب لتدريسه. كتاب رائع جدا، أنا عندي النسخة الإنجليزية من عنده والعربية أيضا. يعني هذا هو الكتاب، اسمه Disciplined Entrepreneurship، اللي مؤلفه اسمه بيل أوليت، من دار نشن اسمه ولي. حقيقة كتاب رائع وجميل، ويأخذك بالمراحل، هذه المراحل لو تراها الآن، هذه المراحل هي عبارة عن 24 مرحلة في ريادة الأعمال، بدأ من الفكرة إلى السوق وقياس السوق والاحتياجات وتحديد القيمة الكور اللي ممكن أن تحدد القيمة وهكذا. نعم. الكتاب الأخير كتاب الإدارة الإسلامية، هذا كتاب أيضا جميل، أنا دائما ما أعود له في بعض المواقف، مفاهيم إدارية وتأصيلاتها الشرعية. كتاب الإدارة الإسلامية مؤلفة أحمد بن داود المزجاجي، هو الأستاذ بعلم الإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. حقيقة جميل، يتحدث عن كثير المفاهيم الإدارية، ولكن يأخذها كآيات وكذلك كأحاديث وتأصيلات شرعية. يعني مثلا موضوع الاستشارة، موضوع التنسيق في المؤسسات، التبليغ للموظفين للإدارات وهكذا، مع موضوع التأصيل الشرعي لكل هذه المفاهيم. يعني هذا تقريبا من الكتب الرئيسية، اللي طبعا كثير من الكتب بعضها بقى في ماليزيا، بعضها في العراق، بعضها، ولكن هذه اللي حاليا في مكتبتي. نعم دكتور سيف، منصة أريد فكرة مميزة ورائدة، أنا أراها من خلال متابعتي منصة واعدة للعلماء والباحثين والخبراء الناطقين باللغة العربية. هاي كفكرة، كيف أتت إلى دكتور سيف، وكيف استطاع فعلا بناء هذه الفكرة؟ إلى يومنا اليوم هناك آلاف من المتابعين، هناك آلاف من المسجلين في هذه المنصة، حدثني عن الفكرة بالتفصيل. نعم، كما ذكرت لك سابقا، منصة أريد تعتبر يمكن أكبر وأهم مشروع في حياتي. تأسست في سنة 2016، ولها قصة حقيقة. أثناء دراستي للدكتوراه في طب الأسنان في جامعة ملايا، وجامعة ملايا هي جامعة بحثية، Research University، حقيقة الاهتمام في يعني في هذه الجامعة حول موضوع تطوير مهارات الباحث، الطلبة والأساتذة وطلبة الدراسات العليا كانوا دائما ما يعملون على تطوير مهاراتهم، ظهورهم، الفيزيبيليتي الخاص بهذه الجامعة. فتعقد لنا حقيقة ورش عمل ودورات مستمرة بشكل أسبوعي، كان عندنا كل يوم اثنين وكل يوم أربعاء ورشة من هذه الورش التي تهتم بصقل مهارات الباحثين. والهدف طبعا إذا الباحث تطور واهتم بظهوره وكيفية عمل البحوث العلمية ونشر هذه البحوث وزيادة الظهور لهذه البحوث الفيزيبوليتي، كلما طبعا أثر على المعايير ومؤشرات الباحث اللي هو مثل الاتش اندكس، هيرش اندكس، وبالتالي طبعا سيرتفع من ترتيب وتصنيف الجامعة، وهكذا شيء مرتبط بشيء. يعني فحقيقة كانت هذه الجامعة، جامعة ملايا، ولها الفضل حقيقة الكبير في موضوع توعيتنا وتطويرنا، ليس فقط على الصعيد الشخصي، حقيقة كل من يعني اشتغل ودرس في هذه الجامعة. كانت جامعة متميزة تسمى بالجامعة الأم، وهي ضمن أفضل 100 جامعة في العالم. فأنا لما التحقت بها كانت تسلسلها 280 في سنة 2008، ولكن حقيقة قيادة الجامعة، كان رئيس الجامعة شخص متميز، كان هذا الشخص حقيقة اجتمع بنا، يعني اجتماع دائما أنا أذكر هذه القصة، اجتمع وقال أنا حزين على جامعة ملايا، هو قال في الاجتماع، قال أنا حزين لأن أنا أرى جامعات لدول، هذه الدول ليست دول متقدمة ولكن جامعاتها جامعات متقدمة، قال مثل باكستان وبعض الدول ذكرها، قال في الصين، في اليابان، في، قال نحن بنفس المستوى تقريبا، وبعض الأمور نحن متميزين أكثر من هذه الدول، ولكن ما هو السر وراء تقدم جامعاتهم؟ قال أنا قلت سأترك الجامعة وأذهب بسفرة علمية لهذه الجامعات، أزور وأطلع وأعرف السر. قال بعد الزيارات المتكررة للجامعات وجدت أنهم يشتغلون بشيء يسمى بالمجاميع البحثية، Research Groups، وهذه المجاميع البحثية توزع الجهود على عدة باحثين وترفع من النشر، يعني تزيد من الإنتاج العلمي، إذا زاد الإنتاج العلمي حيزيد من ترتيب الجامعة. فرجع بوقتها من سفرة
واجتمع بكل الموجودين. أنا كنت بوقتها RA Research Assistant في الجامعة، وقال أسسنا افتتحوا بوقتها بناء ضخم كبير اسمه R&D Research and Development، مكون من بضع يعني أكثر من 9 طوابق، 9 أو 10 طوابق، وكل قس كل طابق طبعا به مجموعة من المجاميع البحثية، والمجاميع البحثية في عدة تخصصات. فتدخل أنت إلى الغرفة ستجد هنا في تخصص الدراسات الإسلامية، هنا تخصص IT، هنا تخصص آخر في الدراسات الإنسانية، يجتمعون مع بعض لمشروع واحد. فالجهود تتوزع، وبهذه الحالة حيضمنون الإنتاج العلمي المشترك وغزارة في الإنتاج العلمي. والحمد لله ارتفع ترتيب الجامعة من 280، أنا أقول لما كنت بـ 2008، إلى الآن أصبح ضمن أفضل 60 جامعة في العالم، تسلسلها 60 بالضبط. هذا العام أعلنت أنه هي تسلسلها 60 ضمن الكيو أس رانكينج، وهذا طبعا كله بسبب اهتمام القيادات ورئيس الجامعة وعمداء الكليات بموضوع المهارات. عودا على بدء على سؤالك، فكنا نحضر ورش عمل أسبوعية، فكانت هذه الورش دائما ما يذكرون لنا عن بعض الأدوات التي تعين الباحث. واحدة من هذه الأدوات اسمها أوركيد، اللي هي مختصة لـ Open Researcher and Contributor ID. فأنا بوقتها أرجع أبحث، أقول ما في عندنا شيء للعرب، للناطقين بالعربية بنفس الفكرة. طيب ذهبنا أخذنا كورس على موضوع الـ Research Gate، أبحث عن الريسيرش جيت عربي، ما في، ما موجود. أخذنا عن أكاديمية، أخذنا عن كان كثير من الأدوات أجد لها باللغة الإنجليزية تأصيل وشروحات واستخدامات، ولكن باللغة العربية لا يوجد أي شيء. فلهذا جاءت الحاجة حقيقة إلى استحداث نظام بسبب خلفيتي التقنية. أنا منذ الصغر مولع بالتقنية والرقمنة والبروغرامينج والبرمجة، وكنت منذ الصغر أشتغل على اللغات، يعني لغات برمجية، كانت لغة بيسك وجي دبليو بيسك وكوك بيسك، ثم الفي بي فيجوال بيسك واي اس بي واي اس بي دوت نت واي اس بي دوت نت كور، وهكذا حقيقة لغات متنوعة مع الأمور التقنية. فقلت لما لا استفيد من هذه الخبرة التقنية السابقة مع هم اللغة العربية و وجود منصة للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية. فحقيقة تبلورت الفكرة وأخذت المربع إلى الأمام في هذه الفكرة، أني أسأل أستشير من أثق بهم، من حولي. فذهبت حقيقة لاستشارة بعض الشخصيات، يعني كانوا شخصيات في جامعة ملايا وخارج جامعة ملايا، أسألهم ما رأيكم؟ قالوا فكرة رائعة بامتياز، متميزة، بس يحتاج لك ميزانية، يحتاج لك فلوس، موظفين، كادر. قلت لهم إن شاء الله، الله كريم، أنا أحاول أن يعني أجد حل لهذه الأمور يعني. فبدأت أول نظام اشتغلت عليه في سنة 2015، وأيضا عملت على تطويره بعض الشيء نهايات 2015 إلى بدايات 2016، وأيضا مستمر بالاستشارة والسؤال وتمحيص الفكرة. هل هذه الفكرة مجدية؟ هل تستحق الوقت والجهد والإنفاق والمال؟ فشاركنا بوقتها بمؤتمر اسمه مؤتمر الإدارة والتدريب والتنمية البشرية، أنا كنت مشرف على هذا المؤتمر، وحضر فيه أكثر من 80 باحث حول العالم، وطرحت الفكرة في هذا المؤتمر، فلاقت حقيقة استحسانا. قالوا في أنظمة، يعني في فيسبوك وتويتر ولينكدين و منصات للتواصل الاجتماعي، ولكن نفتقر لمنصة علمية للعرب، للناطقين بالعربية. فجاءت حقيقة هذه كلها عبارة عن مجموعة من المشجعات والمحفزات. كان آخر نقطة يعني للانطلاقة، أنه تكلمت مع نائب رئيس جامعة ملايا بروف نور سعادة. بروف نور سعادة شخصية علمية، فول بروفيسور في جامعة ملايا، وهي نائب رئيس الجامعة البحث العلمي. فالتقيت فيها وكلمتها، طلبت لقاء شخصي معها، يعني التقينا في مكتبها وقلت لها أن فكرتي هكذا 1 2 3 4، منصة تجمع النخب العلمية في دائرة واحدة، تجمع عدة منصات رقمية باللغة الإنجليزية في بيئة واحدة، تجمع ريسيرش جيت وأكاديمية وأوركيد وفريلانسرز
كلها تكون في مكان واحد مع النظام للمجلات، مع نظام للمجتمع للباحثين. فقالت الفكرة رائعة بامتياز، ولكن تحتاج ميزانية كبيرة هذه الفكرة حتى تنفذها. قلت لها أنا أوردي عندي خبرة تقنية يعني بعض الشيء، والحمد لله يعني سهل الله لي أن التقيت أيضا بشخص آخر أثناء التنفيذ، دكتور محمد الهادي الرشاح، هو PhD في الانفورميشن تكنولوجي، ويعمل أستاذ جامعي بوقتها، كان في جامعة بعد ما أكمل الدكتوراه في جامعة UPM الماليزية. فحقيقة لم يقصر يعني في الأمور التقنية، وأطلقنا النظام بوقتها 2016، أطلقت لوحدي يعني، كانت أطلقنا النظام في جامعة ملايا، وبعد سنة تقريبا قمنا على يعني هدم النظام القديم بالكامل واستحداث نظام جديد، هذا النظام الذي ترونه الآن، مع طبعا تطويرات مرت به عبر السنين يعني. فالاسم جاء من Arabic Researcher ID، هوية الباحث العربي أو رقم الباحث العربي. قلنا نبدأ بالباحث ونعطي ID للباحث مع صفحة شخصية، وهكذا الأمر توسع إلى خدمات أخرى ومشاريع انبثقت من منصة أريد. هذا باختصار حول المنصة وفكرتها وكيف بدأت. أهدافها حقيقة أنه هي تزيل التهميش عن الباحث، يعني هدفها أنه الباحث لديه إنتاج علمي كثير وغزير، ولكن يفتقر لمهارات التسويق والتعريف والترويج لنفسه. فنحن هنا نحاول أن نوفر له هذه الأدوات، موضوع أنه كيف يعرف بأعمال العلمية وإنتاج العلمي للآخرين عن طريق منصة أريد بصفحة شخصية فيها الصورة الشخصية والنبذة المختصرة والمهارات والبحوث العلمية مع الأنشطة والفعاليات والتغريدات والمدونات كلها بصفحة واحدة، وهذه الصفحة indexed by Google، index من محرك البحث جوجل، لأن استخدم تقنيات تسمى بالSEO، أعتقد تعرفها حضرتك. الSEO هي Search Engine Optimization، تهيئة الموقع لمحركات البحث. فلهذا المسجل بالمنصة تظهر اسمه في النتائج الأولى لمحرك البحث جوجل، بعضها يظهر في النتيجة الأولى، بعضها الثانية، وهكذا. فهذه فكرة أريد باختصار، يعني أنها تزيل التهميش عن الباحث، تروج تسوق للباحث، وتسهل من التواصل بين الباحثين، بين الأقران، بمؤتمرات، بأحداث، بمجاميع بحثية، تتيح لهم عملية التواصل والإنتاج العلمي المشترك، بالإضافة طبعا إلى موضوع التوعية حول موضوع الأمور المستجدة في البحث العلمي، المعايير، المفاهيم. كثير من المفاهيم باللغة الإنجليزية والحركة العلمية العالمية تستخدمها وتمارسها، ولكن حقيقة نحن نفتقر لها، مثل معايير التقييم الأي إندكس والجي إندكس والأتش إندكس والإمباكت فاكتر والمجلات وتصنيفها. فهذه كلها نعقد فيها دائما دورات ومحاضرات وورش عمل. لدينا إن شاء الله الشهر القادم أسبوع نعقده كل عام اسمه أسبوع أساسيات البحث العلمي في عصر التحول الرقمي. فهذا الأسبوع نبدأ به من الصفر في تهيئة الباحث حول المفاهيم والتفكير العلمي والتفكير الناقد واختيار الموضوع البحثي والمشكلة البحثية، المصادر والإحصاء وكل ما يخص موضوع الأطروحة أو الورقة البحثية. فهذا هو الفكرة يعني فكرة منصة أريد باختصار. طبعا يمكن أن أجمل ما قلت أنه هدفنا العام هو جمع النخب العلمية الناطقة بالعربية في دائرة علمية واحدة، وإسناد رقم ID، نعطي ID لكل باحث، مع موضوع التصنيف. عندنا شيء يسمى بالسي إندكس، اللي هو معامل التواصل العلمي للباحث، يقيس الأنشطة الخاصة بالبحث، بالباحث نفسه في المنصة، تفاعله، عدد زياراته للصفحة، من يزوره، من يتابعه، كم تغريدة لديه، كلها طبعا يعني تنجمع بمعايير رياضية، بمعادلات رياضية، وتعطى إلى الباحث، تظهر على صفحة الشخصية معامل التواصل العلمي. ومن معامل التواصل العلمي الآن نعمل على تصنيف الجامعات التواصلية وفقا لهذا الاندكس الخاص بالباحثين. هذا باختصار يعني، أعتذر الإطالة، بس حاولت أن أجمل حول منصة أريد منذ التأسيس والفكرة والأهداف والهدف العام للمنصة. دكتور، كيف نصنف الفئات المستهدفة في هذه المنصة؟ منصة أريد منصة للعلماء والباحثين، أنا كباحث إذا أردت أن أسجل في هذه المنصة وأعطي بحوث وأقدم دورات، كيف يتم تصنيف هذه الفئات من العلماء والباحثين؟
المسجلين في المنصة؟ نعم، الفئة حقيقة المستهدفة لمنصة أريد كل من ينتمي للحركة العلمية، يعني الأساتذة، الأكاديميين، العلماء، الأطباء، المهندسين، الخبراء، المساهمين، الكونتريبيوترز، المؤلفين، الباحثين، حتى الطلبة من كافة المراحل والتخصصات يمكنهم طبعا الدخول لمنصة أريد والتسجيل في المنصة مجانا واستخدام خدمات منصة أريد. يعني نحن لا يعني نحتكر التسجيل على فئة معينة، كل من يرغب بالاستفادة من الحركة العلمية، من تجمع النخب العلمية في بودقة واحدة، في دائرة واحدة، ممكن أن يدخل ويسجل. ولا لا نشترط الانتماء لجامعة. بعض الأسئلة تصلنا على الإيميل أنه أنا لا أنتمي لجامعة، أنا لا أعمل بجامعة، هل ممكن أن أسجل؟ نعم، ممكن أن تسجل طالما أنك تشعر أنك تستفيد ويمكن أن تقدم شيء، ممكن أن يعني تثري معرفتك في مجالات الحياة، المهارات. طبعاً لما تدخل المنصة هنالك نوع من يعني الأوسمة والتصنيفات الخاصة حسب الإنتاج، حسب المهارات، حسب البحوث. طبعاً لا نقول أن الكل متساوين بالنسبة للخدمات، الخدمات تتاح لفئات معينة حسب مستواهم ودرجتهم ومكانتهم في المنصة. أما الدخول الأولي للتسجيل والحصول على صفحة شخصية هذه متاحة للجميع، وفي أوسمة تعطيك نوع من التميز إن شاء الله أتحدث عنها يعني لاحقا. بعد هذه السنين من المنصة ونجاحاتها ما شاء الله المبهرة، النجاحات الرائعة جدا والتي وصلت فيها أعداد المتابعين إلى أعداد كبيرة جدا، طبعا أنت راح تحكينا الرقم النهائي وتحدثنا عنه، أكيد هناك أهداف واسعة وأهداف استراتيجية لهذه المنصة، تفاصيل هذه الأهداف عندك دكتور سيف. والله الأهداف يعني ذكرت لك إياها قبل قليل، إحنا أولا تجميع النخب العلمية في دائرة علمية واحدة، محاولة الاستفادة من هذه العقول، يعني موضوع الإنتاج العلمي، البحوث، التأليف، تشغيل الباحثين في مجاميع بحثية مشتركة، تنظيم مؤتمرات علمية عن طريق النخب العلمية، عن طريق الباحثين، مشاريع علمية تنبثق من منصة أريد. يعني هؤلاء العقول يمكن أن نقول لدينا آلاف السنوات من الخبرة، كل شخص عنده 20-30 سنة، بعضهم 40 سنة من الخبرة، اجمعها أضربها في 120 ألف وصلنا لها، تحصل على كم هائل من السنوات اللي تكون التراكمية من هذه العقول، تجمع هذه العقول. فحقيقة الأهداف كثيرة في المنصة، يعني المؤسسات ممكن تستفيد من أعضاء منصة أريد في موضوع التحكيم، في موضوع الدعوة كضيف، كأستاذ زائر، كضيف في مؤتمر، وهكذا. حقيقة التوظيف، كثير من الجامعات تتواصل معنا لأجل التوظيف، الجامعات تقول نحن نحتاج شخص التخصص الفلاني، ممكن تبحثوا لنا عن شخص، فنحن نبحث في الداتابيز، وأثناء ما الباحث ووضع تفاصيله وبحوثه ومهاراته فنستخرج بعض الأسماء ونعطيها للجامعة، نقول لهم هذه الأسماء التي حصلنا عليها. بعضهم لما ينظم مؤتمر يريد متحدثين بمجال معين، فنبحث له عن بعض الشخصيات ونعطيه للمؤتمرات، وهكذا. حقيقة هي عبارة عن داتابيز، قاعدة بيانات تضم نخب علمية من علماء وخبراء وباحثين، يمكن الاستفادة من هذه النخب بعدة مجالات ولعدة مؤسسات. وهذه هي الأهداف اللي يعني تقريبا المنصة تريد أن تحققها، يعني أن نكون ببيئة واحدة، نكون أقوياء في مكان واحد، يمكن الرجوع لهذا المكان والبحث فيه والاستفادة من الأعضاء. طيب، لما حدثنا عن أهداف المنصة وما شاء الله هذه الأهداف الاستراتيجية الرائعة والميزة، الشيء الجيد فيها أنها تخدم فئة واسعة من المجتمع، أريد أن تحدثني عن الخدمات اللي أنتم تقدموها ضمن هذه المنصة وضمن هذه الأهداف. نعم، الحديث عن الخدمات حقيقة، أولى هذه الخدمات هي الصفحة الشخصية للباحث، الويب سايت، البروفايل بيج، الصفحة التي تعطى لكل باحث، يضع في هذه الصفحة ما يشاء من بحوث علمية وإنتاج علمي وأنشطة وفعاليات، ويعني هذه البروفايل اللي هي الخدمة الأولى. يعني الخدمة الأخرى ضمن الخدمات لدينا
شيء يسمى بالمدونات العلمية، مدونة عالم. كل باحث في المنصة تتاح له فرصة إنشاء مدونة ويضع بها ما يريد من أشبه بالمقالات العلمية. لدينا خدمة اسمها التغريدات العلمية Scientific Tweets، هذه تغريدات علمية مختصرة 280 حرف يكتب باختصار عن أي موضوع يريده. يعني في عندنا المجاميع البحثية Research Groups، والكثير من الكتب قد صدرت عن المجاميع البحثية. آخر كتاب صدر عن معجم ذوي الاحتياجات الخاصة، معجم المصطلحات لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق المجاميع البحثية، والكثير من الكتب صدرت حول من منصة أريد من المجاميع البحثية Research Groups. في عندنا نظام عليم للتعليم الإلكتروني، هذا ضمن الخدمات. في عندنا شيء يسمى بالتمويل الجماعي Crowd Funding للمشاريع البحثية، وهكذا حقيقة في جملة من الخدمات المتوفرة في منصة أريد. المجلات العلمية تعتبر كخدمة للنشر، في عندنا 5 مجلات علمية محكمة في عدة تخصصات. هذه تقريبا يعني أبرز الخدمات الموجودة في المنصة. المؤتمرات أيضا، في عندنا مؤتمرات علمية، المحفل العلمي الدولي يعتبر ضمن الخدمات الاستيعابية للنخب العلمية. تقريبا هذه أبرز يعني الخدمات، وطبعا في خدمات أخرى لم يتم الإعلان عنها ستضاف مع الوقت. يعني عندنا خدمة يمكن أخبرك بها الآن في هذا اللقاء، تكون حصرية للبودكاست لأريد كاست، خدمة اسمها الزيارات، الزيارات العلمية. ما المقصود بالزيارات العلمية؟ أنه الباحث الآن يزور دولة ثانية لفترة محددة. جميل. فلما يزور هذه الدولة يتم إشعار الباحثين في هذه الدولة أنه هذا الباحث هو جاءكم زار خلال هذه الفترة المعينة، خلال أسبوع أو 10 أيام. فطبعا الباحثين الآخرين سيطلعون على البروفايل، الصفحة الشخصية، ويرون ما هي الإمكانيات للتعاون معه، لأنه جاء لفترة معينة. ونفرض أنه زائر من ماليزيا، أستاذ في علم الفلك في ماليزيا جاء لإسطنبول مثلا، فيتم إرسال رسالة للباحثين الموجودين في إسطنبول أنه هذا الباحث هو حاليا متواجد من هذه الفترة لهذه الفترة، يمكن عمل انترفيو معاه، لقاء، استضافته بمحاضرة. فنوع من التشبيك وتسهيل التواصل في خدمة الزيارات العلمية. وكثير من الخدمات إن شاء الله سيعلن عنها تباعا في المنصة. مصطلح اسمه معامل التواصل العلمي، هل معامل يعني حقيقة لم أفهم المراد منه، فلو توضح لي وللسادة الأفاضل المشاهدين تحكي لنا ما هو معامل التواصل العلمي. نعم، معامل التواصل العلمي كنت ذكرته قبل قليل، اللي هو اسمه أريد سي إندكس، كوميونيكيشن إندكس، هو عبارة عن معيار لقياس أثر الشخصية التواصلية لأعضاء منصة أريد. يتم احتسابه عبر قياس أكثر من 10 متغيرات في المنصة، يعني في مجموعة متغيرات من ضمنها عدد الزيارات الشخصية للملف الشخصي للباحث، الصفحة الشخصية كم شخص يزارها تؤخذ كمعيار، المتابعات الباحث كم شخص يتابع هذا الباحث تؤخذ كمعيار، كم عدد المدونات التي قام بكتابتها، كم عدد التعليقات اللي هو قام بتعليقها على المدونات الأخرى، الإجابة على الأسئلة. حقيقة مجموعة، بعضها نفصح عنها وبعضها لا يمكن إفصاح عنها بسبب حفاظ على الجودة، يعني جودة الإندكس. فهذه كلها تحتسب كل 3 أشهر وتظهر على الصفحة الشخصية للباحث. فهنا نحن لا نقول أننا نهتم فقط في تفاعل النوعي، وإنما التفاعل الكمي أيضا، يعني تحسب بلغة الأرقام هذه التفاعلات، الزيارات، يعني كلها عبارة عن أرقام ومتغيرات تحسب بمعادلة رياضية وتعطى لها أوزان معيارية، ثم يحسب هذا المعامل أو المعامل بالمقارنة مع بقية الأعضاء. فتجد أنه شخص مثلا المعامل الخاص به 3.4، معناته أنه هو مستوى بالمقارنة مع الآخرين هو أفضل من الشخص الذي عنده مثلا 2.5، أفضل من الشخص الذي عنده المعامل مات 1، وهكذا. في بعض الباحثين وصلوا إلى 7 و8 لأنهم active hyper active researcher ويتمتع بالشخصية التواصلية بامتياز. طبعا ماذا نعني بالشخصية التواصلية؟ الشخصية التواصلية هو الباحث الذي لما تتواصل معه ستجد منه استجابة سريعة، لما ترسل له بريد يرد عليك خلال قد بضع دقائق لم تكن ساعات تحصل على رد من هذا الباحث، لو تتواصل معه عن طريق الواتساب أو أي وسيلة تواصل اجتماعي سيتفاعل معك. فهذه حقيقة فكرة أنه بعض الباحثين حقيقة
شخصياتهم تواصلية بامتياز، فنريد أن نميز هؤلاء عن طريق هذه المعادلات الرياضية. أصدرنا موسوعة كاملة حول هذا المعامل، موسوعة الشخصيات التواصلية، أنه قمنا بترتيب الباحثين من أول باحث إلى باحثين آخرين، يعني إلى آخر باحث في المنصة وفقا للسي إندكس، من الذي هو أعلى سي إندكس ثم الأقل والأقل والأقل، عدد الأوسمة التي حصل عليها الباحث، عدد الشهادات التي قام بتصديرها من المنصة، كل هذه تعكس حقيقة شخصية الباحث. فنحن حقيقة نهتم دائما بموضوع عمل فلتريشن للباحثين. آخر فلتريشن قمنا به، أرسلنا إيميل لكل الباحثين الموجودين في المنصة، قلنا لهم اضغطوا على هذا الرابط لتأكيد بريدكم الإلكتروني. ما السبب؟ لأن حقيقة لا يمكن أنه كل إرسال بالبريد نرسله إلى 120 ألف باحث، وبعد كم يوم حيصيرون 150، وبعد على نهاية العام قد يكونوا 200 ألف باحث، وقد نصل إلى المليون، وبهذه الحالة لا يمكن اتصال بجميع الباحثين. بعضهم قد ترك حسابه، بعضهم قد غير إيميله، بعضهم قد توفاه الله، بعضهم قد ترك المجال، قد غير المهنة. فحقيقة دائما نهتم بالمهتم. فكرة المنصة أننا نهتم بالباحث التواصلي المهتم، نحدثه، نرسل له، نستفيد من عنده، نستدعيه للمحاضرات، فكلها عن طريق الأوزان المعيارية وعن طريق المعامل التواصل العلمي. نحاول أن نميز الشخصيات التواصلية في المنصة. أهداف اللي أنت تحدثت عنها والتحديات والمصاعب والحديث الشيق اللي حكيت لي إياه شيء جميل، ما عاد للباحثين فقط، لم يعد للباحثين بشكل كبير أيضا، وإنما اتسعت رقعة هذا البحث لتشمل الجامعات بشكل جميل وبشكل جيد. ما هو تصنيف الجامعات التواصلية في المنصة؟ سؤال جميل. حقيقة الجامعات التواصلية هي الجامعات التي ينتمي لهذه الجامعة أكبر عدد من الشخصيات التواصلية، الباحثين التواصليين اللي عنده معامل التواصل العلمي. فالآن نشتغل بموسوعة اسمها موسوعة أريد الجامعات التواصلية. حقيقة أدرجنا الجامعات التواصلية. الجامعات التواصلية هي وفق لي 4 معايير أخذنا في هذه الجامعات، أو 5 تقريبا. المعيار الأول أنه يكون عندنا 100 مسجل في المنصة من هذه الجامعة. المعيار الثاني أن هذه الجامعة حصل أحد أعضائها على الأوسمة القيادية في المنصة. عندنا أوسمة قيادية اللي هي وسام عالم، نعتبره وسام قيادي، ووسام القيادة العلمية، ووسام المسؤولية المجتمعية. إذا كان أي عضو من أعضائها قد حصل على هذا الوسام، يتم إدراجها في هذه الموسوعة. المعيار الثالث أنها اشتركت مع المنصة بنشاط مشترك، محاضرة، ورشة عمل، دورة تدريبية مثلا، مؤتمر علمي، فأيضا تدرج ضمن الجامعات التواصلية. طيب دكتور، لو ندور في نفس هذا الفلك اللي نتحدث عنه اللي هو منصة أريد، حديث جميل، حديث شيق، بارك الله فيك على هذه الإنجازات. أريد إنجازات منصة أريد. نعم، يمكن أبرز إنجاز للمنصة يعني تجميع الباحثين في مكان واحد، هذا حقيقة نعتبره إنجاز. التعامل مع الفئة العلمية النخبوية واستقطابها للمنصة وتسجيلهم في بيئة واحدة، وصلنا إلى 120 ألف باحث مسجل في المنصة، هذا يعتبر بحد ذاته إنجاز كبير يعني. وبعض هؤلاء الباحثين هم فاعلين، هم استفادوا ويستفيدوا من خدمات المنصة، وبعضهم فقط سجل وفي عنده بروفايل يعني يكتفي بالمتابعة أو حضور بعض الورش والدورات والمحاضرات. الإنجاز يمكن الآخر المهم هو موضوع المجلات العلمية المحكمة. في عندنا إلى الآن 5 مجلات علمية محكمة. في مجلة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا تأسست في سنة 2018 ويترأسها الأستاذ الدكتور سلوان العاني، رئيس تحريرها مع هيئة تحرير متميزة يعني، وتصدر طبعا بشكل نصف سنوي كل 6 أشهر في إصدار لمجلة أريد للعلوم والتكنولوجيا، وفيها طبعا ISSN، وكل بحث فيه DOI Digital Object Identifier يعني يعطى لكل بحث من البحوث. وأيضا هذه المجلة اشتغلت بموضوع الأعداد الخاصة، يعني أصدرت أكثر من عدد خاص مع بعض الكتب البحثية، وملتقيات أيضا تعقد الآن ملتقيات علمية كل شهر تقريبا في ملتقى علمي في موضوع مهم ومستحدث في العلوم التطبيقية والتقنية يعني.
في مجلة أخرى هي مجلة أريد للدراسات الإنسانية والاجتماعية، تأسست يعني منذ سنة 2019، وكان يترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود، ثم انتقلت إلى دكتورة سعاد الطائي من جامعة بغداد، والآن الأستاذ الدكتور صالح العلي من جامعة الكويت، أيضا رئيس تحرير وهيئة التحرير، ونفس المعايير والنظام وبوابة وأعداد يعني منتظمة في النشر. في عندنا مجلة خاصة في الدراسات التربوية والنفسية يترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود منذ تأسيسها في سنة 2020، أيضا في هيئة التحرير. ومجلة أخرى هي مجلة أريد للدراسات الإعلامية وعلوم الاتصال، يترأسها الأستاذ الدكتور سعد سلمان المشهداني. المجلة الأخرى هي في قياسات المعلومات والتواصل العلمي، مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات والتواصل العلمي، يترأسها الأستاذ الدكتور رحاب يوسف من مصر، وأيضا لديها طاقم في موضوع التحرير وهيئة التحرير، وأعداد يعني تصدر بشكل منتظم نصف. كل هذه المجلات هي نصف سنوية، أي يصدر عددين في العام في السنة الواحدة. هذه من الإنجازات اللي حقيقة نعتز ونفتخر فيها، وهي بيئة ومساحة للباحث أن تستقبل بحوث علمية غير منشورة ورصينة، وترسل إلى محكمين اثنين يعني نشتغل على نظام اسمه Double Blinded Review اللي يسمونه نظام التحكيم الأعمى، أنه المحكم لا يعرف تفاصيل الباحث، وكل بحث يرسل إلى اثنين، فإذا كان أحد الباحثين أو أحد المحكمين رفض هذا البحث يحال إلى محكم ثالث، فأما يرفض أو يقبل، وهكذا في نظام في سيستم يعني خاص بهذا الموضوع. في عندنا أيضا ضمن الإنجازات نظام عليم للتعليم الإلكتروني، نظام يضم أكثر من 700 دورة ومحاضرة في البحث العلمي والمهارات والتوجهات العلمية الحديثة والمعاصرة. هذا ضمن إنجازات يعني منصة أريد، المحفل العلمي الدولي الملتقى خاص بالباحثين مع موضوع المؤتمرات العلمية الأخرى التخصصية التي نعقدها، هذه ضمن الإنجازات. يعني الموسوعات، الكتب التي صدرت، في عندنا المكتبة الرقمية في المنصة، هذه ضمن الإنجازات. الأسابيع العلمية نعقد كل شهر تقريبا أو كل شهرين أسبوع علمي في موضوع محدد، مثلا أسبوع عن المرأة والطفل، أسبوع حول الإعلام والدراسات الإعلامية، أسبوع حول إدارة المشاريع، أسبوع في البحث العلمي، أسبوع في تعليم اللغة العربية للأساتذة، يعني الأساتذة تعليمهم مهارات تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. فحقيقة الكثير من الأسابيع العلمية هذه تعتبر أيضا ضمن الإنجازات. الكتب والمؤلفات والمؤتمرات والندوات، الأيام العلمية، لدينا الأيام العلمية حقيقة، الأيام العلمية المعتمدة من ضمن الأمم المتحدة، نعقد عليها ندوة علمية حول هذه الأيام، مثلا يوم العلم في لدينا ندوة علمية، يوم الـ 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 المرأة في لدينا ندوة علمية حول المرأة، يوم الطفل، يوم الكتاب، وهكذا. هذه ضمن أطلقنا يوم اسمه يوم الباحث العربي منذ سنة 2017 بعد سنة من تأسيس المنصة، هو يوم 25 أبريل هو في الوقت الذي تأسست فيه، اليوم الذي تأسست فيه منصة أريد، فاسمه يوم الباحث ناطق بالعربية. بعض الجامعات تحتفي بهذا اليوم وتحتفل به وتكرم الباحثين في على هامش هذا اليوم. تقريبا هذا اللي استذكره من إنجازات بين المجلات العلمية وبين المؤتمرات والمحاضرات الدورية التي تعقد بشكل مستمر. يعني تقريبا هذه هي الأبرز إنجازات منصة أريد. أيضا ضمن الإنجازات مجلة صدى أريد. صدى أريد مجلة يعني إعلامية عامة تعنى بأخبار منصة أريد وباحثين المنصة أيضا، وبعض المقالات التوعوية والعلمية. فحقيقة صدر إلى الآن 34 عدد، والآن يشتغلون الفريق يشتغلون بالعدد 35، سيصدر على هامش المحفل العلمي الدولي 14. فهذه حقيقة أيضا كإنتاج حقيقة نفتخر فيه، لأن هذه المجلة يتم إرسالها إلى أكثر من 100,000 باحث يطلع عليها ويقرأها ويتابعها. يعني فيها حقيقة أيضا أنواع أو يعني أصناف متنوعة، في قسم اسمه في رحاب الجامعات، عالم فوق المنصة، أخبار المنصة، بعض المقالات العلمية،
الإعلانات والاحتفاء بالباحثين وإنتاجهم يعني يدير تحريرها الدكتور جمال عبد ناموس أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية مع طاقم حقيقة في موضوع التحرير والتصميم ويشتغلون على موضوع الإعداد والإخراج الفني الأستاذ عبد البردان والأستاذ عدنان قلعتشي والأستاذة مها شرف وبعض الكادر في هيئة تحرير مجلة صدى أريد. هذه حقيقة أيضا ضمن إنجازات يعني المنصة. أيضا الآن في عندنا إنجازات لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، يعني لازلنا في طور التطوير لها، وهي مجموعة مشاريع يعني تابعة لمنصة أريد في عدة خلينا نقول أصناف ومجالات للطفل وللمرأة ولليافعين حول الذكاء الاصطناعي، يمكن إذا أتيح الوقت يعني أتكلم عنها يعني لاحقا إن شاء الله تعالى. في فضاء الإنترنت وفي فضاء هذا العالم الجميل أصبح التواصل قليل، وأصبحت سهولة التواصل عبر وسائل التواصل المعروفة سواء من البرامج التواصل الاجتماعي أو غيرها. سؤالي اللي أطرحه الآن عليك إنه هل أعضاء منصة أريد هناك تواصل فعلي بينهم؟ هل هناك تواصل فيزيائي بين أعضاء منصة أريد؟ نعم، كما ذكرت لك في ملتقيات حقيقة يعني على أرض الواقع، من ضمنها المؤتمرات، نفذنا مجموعة من المؤتمرات الحضورية، من ضمنها مؤتمر في المخطوطات في جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، مؤتمر في مستجدات حفظ العقل في ضوء الدراسات البينية، مؤتمر في التربية، مؤتمر في الدراسات الإنسانية، الكثير حقيقة من المؤتمرات اللي صار لها حضور فعلي على أرض الواقع. يعني بالإضافة إلى أكبر فعالية وأكبر ملتقى هو المحفل العلمي الدولي، المحفل انطلق بعد سنة من تأسيس منصة أريد سنة 2017 في ماليزيا في جزيرة لانكاوي، كانت النسخة الأولى برعاية جامعة ملايا، والحمد لله توالت النسخ كل 6 أشهر يعقد بدولة معينة يعني في مدينة من هذه المدن التي يعني يسهل الدخول لها ووجود أعضاء للمنصة فيها. يعني عقدناه الأول كان في لانكاوي في ماليزيا، وعقدنا نسخة أخرى في كانت في اسطنبول الثاني، ثم عدنا إلى ماليزيا، ثم تحولنا إلى الأونلاين عن طريق أيام الوباء كوفيد 19. عقدنا النسخة السادسة والسابعة والثامنة كانت أونلاين، ثم النسخة التاسعة في طرابزون في تركيا، النسخة العاشرة في المغرب، النسخة الحادية عشر في الأردن بالتعاون مع جامعة جرش ووقعنا اتفاقية مع الجامعة، النسخة الثانية عشر في اندونيسيا صارت، النسخة الثالثة عشر في ماليزيا بين جامعة اليو بي ام والجامعة الإسلامية العالمية وبعض المراكز العلمية والبحثية، والنسخة الرابعة عشر إن شاء الله تعالى ستكون في أربيل بعد يعني الشهر القادم في العراق، والخامسة عشر في جامعة صحار في سلطنة عمان. فهذا هو المحفل العلمي الدولي. من الأشياء دكتور اللي لفتت انتباهي الوشاح اللي أنت تلبسه يتحدث عن شيء اسمه المحفل العلمي، فصار عندي شغف بأنه أتعرف ما هو المحفل العلمي، كم مرة أقمتم هذا المحفل العلمي، في أي مكان أقمتم هذا المحفل العلمي، ومن الذي تدعونه لحضور هذه المحافل العلمية؟ نعم، هي فكرة المحفل يعني فكرة حقيقة متميزة وفريدة، فكرة أننا نستوعب عدة فعاليات بوقت واحد وزمان واحد ومكان واحد. يعني هو أشبه بالوعاء، هو عبارة عن وعاء علمي خاص بأعضاء منصة أريد والباحثين الآخرين حتى من خارج المنصة، يستوعب هذا المحفل الإنتاج العلمي والأفكار والأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والفكرية، بل حتى التواصلية التي تحقق الفائدة للحركة العلمية العالمية للناطقين باللغة العربية. فيضم حقيقة جملة من الفعاليات. يعني الآن لما الشخص المشارك يمكن أن يحضر مؤتمر علمي في 9 مؤتمرات علمية تعقد في نفس الوقت في قاعات، والمهتم يدخل إلى القاعة التي يريد أن يحضرها ثم يختار الجلسة التي تليها بقاعة ثانية، وهكذا في يعني مجموعة مؤتمرات علمية. كذلك دورات تدريبية تعمل على صقل مهارات الباحثين، في ورش عمل، في معرض الاختراعات والابتكارات، فحقيقة تجمع الملخصات والبحوث والأفكار، وفي كتاب
كتاب المحفل العلمي الدولي، وينشر هذا الكتاب يعني أثناء الفعاليات، وأيضا تجمع البحوث العلمية وتنشر بكتاب خاص بالمحفل. فهذه هي فكرة وفلسفة المحفل العلمي الدولي. هذه مثلا بعض النماذج مثلا هذا الكتاب لملخصات الأوراق البحثية، المحفل الذي عقد في ماليزيا 2019، يعني به الملخصات، هذا الأبستراكت بوك للملخصات التي في كل شخص العنوان واسم الباحث مع الملخص مع يعني الإيميل بريد التواصل. وفي طبعا الجامعات الراعية في الافتتاح ككلمات افتتاح خاصة بهذا المحفل. كذلك هذا كتاب آخر للمحفل الخامس، أو هذا يمكن الرابع، هذا كتاب آخر، كتاب ملخصات تقريبا، هذا من مؤلف من 459 صفحة. هنا الـ ISF International Scientific Forum، هذا عقد في ماليزيا وألجيريا والعراق، يعني وهكذا، يعني بعض المؤلفات الخاصة بالمحفل. فلكل محفل هنالك، أو محفل بالكسرة، هنالك كتاب ملخصات يجمع الكلمات والملخصات والرعاة الخاصة فيه، ويصدر كتاب آخر ما بعده للبحوث فقط، يكون خاص بالبحوث العلمية. سؤال عندي انطرح في ذهني وأود أن أوجه لك هذا السؤال، أنتم حاليا تركيزكم على الباحث ولا على الجامعات؟ ما هو التركيز الأهم؟ نعم، طبعا في بداية المنصة كان التركيز الكبير على الباحث كباحث متواجد في مؤسسة علمية في جامعة، فكنا نهتم باستقطاب الباحث، تسجيله، عمل صفحة شخصية له، إبرازه، التسويق له. فلم حقيقة لم يكن هنالك اهتمام بالجامعات، بالمؤسسات، بالمراكز البحثية، يعني كل التركيز كان على الباحث كباحث متواجد. وقلنا إذا غيرنا الباحث نغير في الجامعة، إذا استطعنا أن نحسن ونطور و يعني يمكن أن نسقل من مهارات الباحث، ستتأثر الجامعة، ستستفيد الجامعة. ثم حقيقة بدأ التوجه بسنة 2020 تقريبا إلى الجامعات، بدأنا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات، وقعنا إلى الآن 94 اتفاقية مع الجامعات حول العالم. فتستطيع أن تقول أننا مهتمين بالباحث كباحث، وكذلك بالجامعات كمؤسسات علمية تحتضن الباحثين. باطلاعنا على المنصة ومن حديثك الطيب نجد، ودائما لدينا اللي يتابع المحاضرات والورش العلمية التي أنت تقدمها ويقدمها العديد من الباحثين، وشاهد أن هناك اتفاقيات بين منصة أريد مع دكتور سيف كمدير تنفيذي، وأيضا مع جامعات ومع جهات أخرى. فلو حدثتني عن هذه الاتفاقيات، كم عددها؟ مع أي جامعات؟ لو تحدثيني بشكل بارز أهم العناصر اللي وقعتم معها اتفاقيات. وقعنا تقريبا مع 94 جامعة حول العالم اتفاقيات، بعضها اتفاقيات تعاون، بعضها فقط مذكرات للتفاهم، يعني MOU. الجامعة حقيقة تستفيد أنه تكون لها أولا لوحة تحكم خاصة في داخل المنصة، تستطيع أن ترسل رسائل، تستطيع أن تستفيد من أنظمة المنصة الموجودة، تستطيع أن تستفيد من نظام الأحداث. في عندنا سيستم خاص بالإيفنتس اسمه Event Management System، فالجامعة التي لديها مؤتمر يمكن أن تستفيد من هذا النظام، يدير لها المؤتمر بالكامل From A to Z، بدءا من التسجيل إلى موضوع البث إلى الشهادات إلى المتابعة إلى الإرسال والإشعارات. حقيقة في يعني نظام كبير لإدارة الأحداث والمؤتمرات، يعني هذا طبعا تستفيد من عند الجامعة الموقعة معانا. أيضا الإفصاح عن المؤتمرات والأحداث والفعاليات تقوم بها الجامعة، يعني الجامعات دائما عندها مشكلة أنه تقول لك أنا أعقد مؤتمر بس الحضور ضعيف، أما الجامعات الموقعة مع أريد لا تعاني من هذه المشكلة، لأننا نرسل إلى 120 ألف باحث، ف يعني ستصلهم بحوث كثيرة، المهتمين سيكون عددهم كبير. أمس مثلا تواصلوا معنا جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالمغرب، في عندهم مؤتمر عن المرأة والأسرة، عن الأسرة والطفل، فقالوا إذا أمكن تشتركون معنا. قلنا لهم حبا وكرامة، بالعكس هذا شيء يعني يسعدنا ويفرحنا. في اتفاقية تعاون مع الجامعة،
مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فسيتم الإفصاح والإشهار والإرسال عن طريق القوائم البريدية للباحثين، والمهتم طبعا يتفاعل. فحقيقة جملة من الأمور تستفيد منها الجامعة. نحن لما ننظم أي فعالية نضع شعار الجامعة، نتيح لمتحدثين للجامعة، نعطيهم الأولوية للظهور للحديث للكلام، فيعني هذه ضمن الأمور التي تسعى لها الجامعات. بعض البرامج المدفوعة يحصلون على خصومات، الجامعة تحصل على خصم للمشاركة. تقريبا هذه هي، رئيس الجامعة يتم استضافته في لقاءات عن طريق المنصة. أيضا حقيقة في عندنا وسام مهم يمنح للجامعات فقط، لرؤساء الجامعات الموقعة مع منصة أريد، اسمه وسام القيادة العلمية، أنه للاحتفاء يعني برئيس الجامعة والإشادة بجهود التواصلية مع المنصات العالمية مع المؤسسات، أنه ينتقل بمؤسسته من المحلية إلى العالمية، فلهذا يمنح هذا الوسام. وبعضهم بعد ما يحصل على الوسام يحتفي به ويضعه على موقع الجامعة، أنه رئيس جامعتنا حصل على هذا الوسام من مؤسسة دولية. فهذه طبعا جملة من الفوائد هذه اللي أذكرها يعني، ولكن احنا خط مفتوح مع الجامعات اللي موقعين معها اتفاقية، أنا وفريق الإدارة والطاقم عن طريق الواتساب بشكل مباشر، اجتماعات لقاءات زيارات أي شيء يساعد على الترويج والتعريف وتشجيع الجامعة والاحتفاء بمنتسبي هذه الجامعة، تكريمهم دروع ميداليات، يعني كتعاون مشترك حقيقة، ون نحن نستفيد من وجود الجامعة والجامعة تستفيد من البنية التحتية للمنصة. دكتورنا الحبيب، المنصة ما شاء الله تبارك الله توسعت وصار فيها توسع كبير وعدد باحثين، وشملت اتفاقيات اللي حدثتني عنها قبل قليل جامعات عديدة كبيرة ما شاء الله. تمويل المنصة تحتاج إلى تمويل، ومشاريع هذه تحتاج إلى تمويل، فلو حدثنا بشكل دقيق كيف تحصلون على هذا التمويل ومن أين يأتي هذا التمويل؟ نعم حقيقة سؤال مهم، يعني هذا من الأسئلة اللي عندنا تحدي حقيقة، تحدي في موضوع التمويل. يعني التمويل في البداية كان شخصي، يعني أنا كنت أمول على الصعيد الشخصي، ثم بعدها الأعضاء المقتنعين بفكرة المنصة كانوا يمولون بجزء بسيط، يعني بعض الاشتراكات، بعض يعني بعض المساعدات لفقط حتى تنهض المنصة وتكون قائمة يعني. طبعا أيضا ضمن التمويل هو من المؤتمرات التي ننظمها، يعني نحن ننظم بعض المؤتمرات وفيها عائد، هذا العائد يعود للمنصة، بعضها من المحفل. عندنا العضويات الاحترافية، هذه يدفع بها الباحث $5 في الشهر، يعني $60 في السنة، يحصل على مجموعة ميزات، هذه الميزات تتيح له بعض الأمور الإضافية من ضمنها الخطاب، الوسام، بعض الأوسمة، تحميل الشهادات في المنصة مجانا، أيضا من الشهادات التي يعني تكون برسوم، بعض الشهادات في المنصة تكون برسوم وإن كانت رمزية ولكن تدعم المنصة يعني بعض الشيء. فحقيقة هذه كلها يعني تحاول أن تصب، ولا أنكر يعني ولا أنكر أننا نعاني من مشكلة في التمويل، يعني مثل هذه المنصات العملاقة الكبيرة والمشاريع العلمية تحتاج إلى دعم كبير، يكاد يكون دعم حكومي. وحقيقة لا نريد أن نحولها إلى مشروع استثماري بحت، يعني قد يأتي مستثمر ويعطي مبلغ مالي ويقول أنا أريد أحول المنصة إلى مشروع استثماري، يعني الهدف ليس استثماري، الهدف أنها تبقى مجانية غير ربحية، نحاول أن نحقق قدر من الاكتفاء للموظفين. طبعا عندنا بعض الموظفين يشتغلون برواتب رمزية، وبعض المتطوعين، يعني الكثير من أعضاء المنصة في اللجان العاملة في المنصة هم متطوعين، لدينا 83 شخص يعمل بين الموظفين والمتطوعين، هؤلاء الذين يشتغلون ما وراء الكواليس بين التصميم والتدقيق والدعم الفني وتنظيم المؤتمرات، وهذا كلها طبعا جهود يعني يجب أن يكون هنالك في يعني يجب أن يكون هنالك مصدر لاستدامة المنصة يعني. وفي أفكار كثيرة بينها أننا نستحدث وقف خاص للمنصة، ولكن حقيقة
الإشكالية قائمة في موضوع التمويل، يعني موضوع التمويل كما هو الحال مع باقي المؤسسات تعاني من موضوع التمويل، فنحاول أن لا نتوقف، ومثل ما يقال الجود بالموجود، يعني نشتغل بالإمكانيات المتاحة لنا، والحمد لله حققنا إنجازات كبيرة بأبسط إمكانيات. نعم دكتور سيف. دكتور سيف، يعني نتحدث بعفوية، نقول أننا نتحدث بعفوية، هل أنت لك الدور الأكبر في نجاح هذه المنصة؟ أم أن هناك آخرين خلف الكواليس يساعدونك ويساندونك في نجاح هذه المنصة؟ حقيقة سؤالك حول الفضل لله سبحانه وتعالى طبعا أولا وأخيرا، يعني ولا شك أن هنالك بعض الشخصيات يعني التي كان لها دور كبير في المنصة. أنا أقول أنه أي عضو مسجل في المنصة هو له الفضل في إنجاح هذه المنظومة. النظام وحده لا يسوى شيء، المنصة وحدها أي منصة بالعالم بدون أعضاء، بدون مستخدمين، بدون أرقام ما تستحق شيء، مجرد نظام سيستم. وإنما قيمة هذا السيستم بأعضائه، بتفاعلاتهم، بالإنتراكشنز اللي تحدث على المنصة، التفاعلات التي تحدث بين المستخدمين، بين الفولو أب والمتابعة والإرسال والرسائل وطلب البحوث والمؤشرات. فحقيقة كل عضو في المنصة هو له الفضل في إنجاح هذا النظام. وحقيقة بعض الشخصيات يمكن ذكرتها في بداية يعني اللقاء كان لهم يعني الفضل الكبير في هذا الأمر، يعني إذا تحب أذكرهم من جديد، يعني أبي الدكتور يوسف السويدي كان من الداعم من ناحية المعنوية والمالية أيضا، والدتي، زوجتي، بروف سلوان العاني، أستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود، دكتورة أميرة سنبس، دكتور ياسر طرشاني، دكتور أشرف محمد زكي، دكتورة هند حسين عبيد، الأخت الأستاذة مها شرف، الأستاذ عدنان قلعتشي، الأستاذ أسماء غراب، دكتور جمال عبد ناموس، الأستاذ دكتور صالح العلي، الأستاذ الدكتورة سحر المشهداني، عفوا دكتور سحر الجبوري، دكتور سعد سلمان المشهداني، بروف سعد سلمان، كذلك البروف رحاب يوسف. هؤلاء أيضا كان لهم حقيقة بصمة. الأستاذ معد أحمد الحاكم له بصمة كبيرة في المنصة، بروف محمد حمدي عبد الشكور عضو الأمانة العامة، بروف داتو دركفل، بروف نور سعادة كانت هي التي يعني كان لها أيضا فضل في المنصة، بروف يعقوب جيورك عضو الأمانة العامة. حقيقة كثير من الشخصيات اللي يعني كان لها البصمة والفضل في منصة أريد، أستاذ عبدو البردان مصممنا حقيقة القدير والرائع، الأخت إيمان، أستاذ إيمان المنجد أيضا عضو في منصة أريد، صفا أستاذ صفا شيتس أيضا هي عضو في منصة أريد وضمن الشخصيات اللي يعني أسهمت في المنصة. حقيقة أيضا الشخصيات دكتور محمد الهادي الرشاح كان لفترة معينة يعني مهتم بالأمور التقنية وتطوير المنصة، دكتورة ابتسام حلالي من ليبيا أيضا لفترة زمنية محددة كانت لها دور وبصمة في المنصة، يعني الأستاذ ملهم مثلا أيضا كان يشتغل في المنصة. حقيقة كثير من الشخصيات أنا يعني كان لها بصمة وأثر ودور في داخل منصة أريد العلمية. وحقيقة أعتذر إذا نسيت اسم من الأسماء، أكيد كانت لهم دور وحقوقهم محفوظة يعني، وإن شاء الله الله يتقبل منهم ولجهودهم، بس قد يعني هذه النسيان يعني قد أنسى بعض الأسماء يعني. نعم أيضا ضمن الشخصيات الأخ معاذ العثمان أيضا شخصية كان التحق معنا في فريق العمل لفترة معينة، أيضا الدكتور طه الزيدي له للآن يعني له كثير من البصمات والمشاركات في داخل منصة أريد، محمد العاني في القسم التقني هو ضمن الفريق التقني ولا زال ضمن الفريق التقني يعني منذ التحاقه إلى الآن. دكتور سيف أنا أشكرك، أنت أهديتني عدد من الكتب وطلعت على هذه الكتب اللي حضرتك ألفتها، منها مثلا الميتافيرس والكتب التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي، عن المحافل العلمية التي تهتم أيضا هي من ضمن محاور منصة أريد، لكن أنا أريد أن أركز على هاي النقطة وأتمنى أن تفصح لنا عن الكتب القادمة التي يكتبها دكتور سيف، وهل هي في طور النشر أم في طور التأليف والكتابة؟
نعم حقيقة في مجموعة من الكتب ممكن أخبرك فيها، بعضها وصل نصها، بعضها 70%، بعضها 90%، بعضها 100% فقط يعني قيد المراجعة والتدقيق. الكتاب سيارة النور قريبا اسمه صناعة التواصل العلمي، هذا كتاب اشتغلنا عليه لفترة يعني معينة ووقفنا ثم طورناه، ثم الآن إن شاء الله تعالى في المحفل القادم النسخة 14 سيصدر هذا الكتاب، إنه صناعة التواصل العلمي. يعني في عندنا كتب صناعة المنصات الرقمية، صناعة الأحداث العلمية، المحافل العلمية، صناعة الهوية العلمية، هذا صناعة التواصل العلمي اللي ينضم إلى باقي الكتب اللي هي خاصة في موضوع الصناعة، صناعة التواصل العلمي. أيضا في كتب أخرى مثلا لدينا كتاب اسمه المهارة الذهبية The Golden Skill في العمل، هذا كتاب يعني إن شاء الله لما يتاح الكتاب ستعرفون ما هي المهارة التي أجمع عليها الخبراء، إنه قالوا إذا هذه المهارة موجودة في الشخص هذا الشخص لا يستغنى عنه لأنه لديه المهارة الذهبية The Golden Skill سموها هكذا. في كتاب آخر اسمه رحلتي مع العقول، يعني أنا التقيت بكثير من رؤساء جامعات، وزراء، شخصيات علمية، مدراء مؤسسات، بعض القيادات، فحقيقة لدي رغبة أني أوثق هذه الرحلة فأسميت كتابي رحلتي مع العقول، ودائما ما أشتغل به بين فترة وأخرى عسى أن يرى النور قريبا. لدي أيضا سلسلة كتب اسمها سلسلة المدخل إلى، المدخل إلى الذكاء الاصطناعي، المدخل إلى التحول الرقمي، المدخل يعني عبارة عن مدخل مصغر إلى بعض المستجدات والأمور الهامة الآن في الحركة العلمية. كتاب آخر أيضا انتهى هذا الكتاب ولكن إلى الآن إن شاء الله سيصدر قريبا، هو 100 فكرة لدورة تدريبية. يعني الآن في دورات تدريبية كثيرة ولكن هذه الدورات الهامة الآن تعتبر توب 100 كورسز في عدة مجالات، فهذا كتاب 100 فكرة لدورة تدريبية. كتاب آخر اسمه أسرار الإنجاز، كيف الإنسان ينجز، كيف الباحث والمساهم والعالم والطالب، ما هي الأفكار تتيح له أن ينجز، الاستراتيجيات الإنجاز، فاسمه أسرار The Secrets of Achievements. في عندي كتاب آخر عن الوقف، لا أريد أن أفصح عن العنوان لأن هو حقيقة العنوان عنوان متميز ويصلح أن يكون يعني عنوان لأطروحة، وقد أحوله لأطروحة الدكتوراه إن شاء الله تعالى، ولكن عن الوقف، عن الأوقاف بشكل عام إن شاء الله تعالى، يعني لأن حقيقة أنا مهتم أيضا بالوقف، والأوقاف هي نهضة الأمة ونريد أن نشيع فكرة الوقف، وأغلب أعمالنا أعمال وقفية، الكتب اللي نصدرها في وقف الذكاء الاصطناعي. فحقيقة هذا الكتاب يتحدث حول موضوع الأوقاف بطريقة ليست طريقة تقليدية. نعم في عندنا كتاب آخر حول آخر كتاب اللي أشتغل عليه الآن في العلاقات العامة مع وجود الرقمنة والتقنيات، واسمه هندسة المسافات، كتاب هندسة المسافات. هذا الهندسة المسافات باختصار إنه هذا الكتاب يوضح إنه لكل أي علاقة من العلاقات توجد هنالك مسافة بينها، الأم وابنها توجد هنالك مسافة، وهذه المسافة قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، قد تقصر وقد تطول وفقا للمتغيرات الزمنية والمكانية. ومن الخطأ أن أقول أحكم على هذه العلاقة بمسافة محددة طول الوقت. مثلا الطفل لما يكون يعني هو صغير رضيع يحتاج إلى أن تكون المسافة صفرية بين الأم وابنها، لأنها دائما ما تهتم به وترضعه، تهتم باحتياجاته، فحقيقة هذه المسافة، وكلما زاد العمر كلما أصبحت هذه المسافة أكبر، فيحتاج الطفل لما يصل إلى مرحلة يصبح الصبي ثم اليافع ثم المراهق، ثم فهذه المسافة يجب أن تكون مقدرة من قبل جميع الأطراف، من الإبن ومن الأم، وكذلك مع الأب، وكذلك في العمل، وكذلك مع الصديق والجار والزوج والزوجة وهكذا.
فهناك هذا الكتاب هندسة المسافات، به فلسفة حول العلاقات. أنا مهتم أيضا بالعلاقات، ودائما ما أحاول أن أحدث نفسي في موضوع العلاقات بين الأفراد وكيفية المحافظة عليها وتأثير التغيرات الحياتية ورقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على هذه العلاقات. فهذا الكتاب اسمه هندسة المسافات، تقريبا يعني في شوط كبير قطعت من هذا الكتاب، ودائما ما أحدث. طبعا كل هذه الكتب دائما ما أحدثها، يعني كل ما يسجد شيء أجد مقولة معينة في كتاب، بحث علمي، قصة معينة، مشهد يكون أمامي، وأحاول أن أدونه وأوثق بهذا الكتاب. دكتور، في هذا العالم المتسارع، في هذا العالم المتسارع، دكتور سيف يتابع عدد من المشاريع، مشاريع المنصة، مشاريع أخرى، مؤلفات، كتب، دورات، منتديات، لقاءات علمية. سؤالي، هل دكتور سيف متفرغ لهالمنصة؟ هل هو له الدور خلاص يشتغل حياته بشكل كامل منصة أريد، أم هناك أشياء أخرى ما وراء الكواليس؟ يا ريت تحدثنا عنها. والله أنا حاليا متفرغ يعني بنسبة 90% لمنصة أريد، ولدي بعض الأعمال الاستشارية، أعمل كمستشار ل يعني بعض المؤسسات من ضمنها في المملكة العربية السعودية، مؤسسات في مجال الإعلام والرقمنة والتحول الرقمي والوجود الرقمي والبنية التحتية الرقمية. بعض المؤسسات في العراق أيضا أعمل لها كمستشار يعني على صعيد الاستشارات. مؤخرا التحقت بوزير الثقافة ووزير الثقافة في المالديف الدكتور آدم، أصبحت مستشار يعني لوزارة الثقافة في المالديف، باستشارات ما تتطلب يعني الالتزام بالدوام أو الحضور الفعلي، وإنما بين فترة وأخرى أنا أقدم لهم بعض الخدمات الاستشارية أما عن بعد أو بالحضور الفعلي يعني لتطوير هذه المؤسسات. فأغلب أعمالي بين الاستشارات وبين الإدارة والإشراف على منصة أريد وتطوير المشاريع التي نعمل عليها الآن، القرية العلمية ووقف الذكاء الاصطناعي والمشاريع التي نشتغل عليها في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. طيب، بعد ما حدثنا عن أريد وأصبحت لدينا الصورة واضحة، هل هناك مشاريع أخرى أنتم تعملوا عليها أو يعني في بداية لإنجازها؟ نعم، حقيقة في جملة من المشاريع انبثقت عن منصة أريد، يعني مشاريع حاليا نطورها، نحاول أن ترى النور قريبا بإذن الله تعالى. واحدة من هذه المشاريع جامعة أريد الدولية للدراسات العليا، ستكون إن شاء الله تعالى يعني ريسيرش يونيفرسيتي، تكون هايبرد يعني تكون بين الأونلاين وبين الحضوري، وعقدنا بعض الاتفاقيات مع بعض المؤسسات والجامعات الأخرى يعني لاستحداث هذه الجامعة. في لدينا مشروع اسمه القرية العلمية، هو عبارة عن بيئة لأشبه بريف العلماء، تساعد على موضوع الابتكار، يعني البحث العلمي لوحده لا يكفي، نحتاج أن يتوج هذا البحث بإنتاج، بمنتج، بابتكار يستفاد من عنده. فهذه الفكرة أن القرية هي التي تطور، فيها مختبرات التطوير، فيها مصنع مصغر، تحاول أن تصل هذه القرية إلى الـ MVP اللي هو Minimal Viable Products للمنتج يعني. طبعا يأتي الباحث وسيتم استضافته في القرية العلمية كمسكن ومأكل وجلوس، ويستفيد من الطاقم الموجود في القرية ويعمل على تطوير منتج. هذه فكرة القرية العلمية، وهي تحقق أيضا مفهوم الاستدامة، يعني الاستدامة الغذائية والكهربائية، الطاقة المائية، الزراعية، كلها في هذا في هذه الحاضنة الأشبه بالإنكيوبيتر يعني، اسمها القرية العلمية The Scientific Village. هذا ضمن المشاريع التي حاليا نشتغل عليها. في مشروع آخر اسمه أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، يترأسها البروف حميد مجول النعيمي، هو رئيس الأكاديمية. في منصة اسمها أبناء العلماء أيضا نشتغل عليها، خاصة بتقديم التوعية والتوجيه لفئة اليافعين من فئة 12 سنة إلى 18 سنة، في مواضيع حقيقة هامة جدا في رسم مستقبل هذا اليافع، من ضمنها التفكير العلمي، الباحث الصغير، التفكير الناقد، الذكاء المالي،
المهندس الصغير يحتاج أن يفهمها حتى يتخذ قرارات مستقبلية في موضوع التوظيف ويعني التخصص الذي هو مولع به ويمكن أن يعني يدرس هذا التخصص. منصة أخرى اسمها العلم للجميع، تحاول تبسيط العلوم، تبسيط البحوث العلمية. المنصة الأخرى هي منصة أبسرفايزر، هذه المنصة تشتغل على مبدأ مصاحبة المتعلم، أنه بعض المهارات لا يمكن أن تقدم بمحاضرة أو دورة، ولكن تحتاج أن تسقل لفترة زمنية قد تكون شهرين أو ثلاثة أشهر، مثل فن التأليف، ما ممكن أن تلتحق بمحاضرة وتقول أنا أصبحت مؤلف، تحتاج أن تمتهن وتعيش مع الانستركتور أو مع الكوتش ويعطيك الملاحظات وتكتب ويشاهد ويعلق وهكذا. فنشتغل على منهجية اسمها مصاحبة المتعلم، سيفصح عنها إن شاء الله تعالى في منصة أبسرفايزر. أيضا مشروع آخر اسمه وقف الذكاء الاصطناعي، هو عبارة عن مؤسسة وقفية تعنى بالتمويل والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني يقدم بعض الخدمات، تدريب، بناء تطبيقات هادفة، تطوير الأوقاف عن طريق الذكاء الاصطناعي، دبلومة متخصصة في موضوع الذكاء الاصطناعي، أشبه به أيضا تجميع الخبراء كدليل للخبراء المتميزين في الذكاء الاصطناعي الذين يقدمون خدماتهم بشكل وقفي للباحثين. أيضا حقيقة يسعى الوقف أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي في حل التحديات والمشاكل الاجتماعية المعاصرة. هذا هي فكرة يعني وقف الذكاء الاصطناعي، إن شاء الله تعالى تكون هناك محاضرات مستقلة وتعريف بكل يعني مشروع من هذه المشاريع التي نتكلم عنها والتي أفصحت عنها. موقع المنصة الإلكتروني موقع جميل ومنظم، وما شاء الله أن تحدثنا عن ميزات رائعة فيه، معامل التواصل، تقييم الجامعات، تقييم الباحثين. وملفت انتباهي صراحة هو الوسام، هذه الأوسمة، هذه الأوسمة أولا حقيقية للباحثين الذين يرونها، وأيضا هي موجودة كأوسمة في المنصة. حدثنا عن الأوسمة، كيف أنا ممكن كباحث أنه أخذ واحد من هذه الأوسمة، أرفع هذه الأوسمة، طريقة تقييمكم وإعطائكم لكل باحث في المنصة من هذه الأوسمة؟ نعم، حقيقة المنصة تريد طيف واسع من الأوسمة التي يعني أطلقتها المنصة وتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة منذ الأيام الأولى لانطلاق المنصة. كان هنالك وسام اسمه وسام باحث مبادر، هذا الوسام يمنح فقط للباحثين المسجلين ضمن أول 100,000 مسجل في المنصة. وفي أوسمة أخرى كثيرة، في وسام مبدع، في وسام اسمه ناشر متميز، في وسام مشروع عالم، في وسام عالم، وسام القيادة العلمية، وسام الصفحة المتميزة، وسام المستشار، وسام الإعلامي، وسام الباحث الدولي، وسام الباحث حتى المبتدئ، بل حتى لدينا وسام لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم اسمه وسام التحدي، في وسام اسمه وسام محكم. هذه أوسمة عبارة عن شارات إلكترونية أو رقمية مصممة بطريقة جذابة تكون على الواجهة الرئيسية للصفحة الخاصة بكل باحث، ولكل وسام طبعا معايير خاصة بهذا الوسام، تعطي نوع من التميز للصفحة الشخصية للباحث وتشيد بإنجازاته وتحتفي بجهوده في البحث العلمي أو في داخل مؤسسته يعني. ولكل وسام في شهادة يمكن أن يحصل عليها الباحث، في خطاب تأييد باللغتين العربية والإنجليزية. فهذا فكرة الأوسمة حقيقة كان لها دور كبير في موضوع الجروث هاكينج، اختراق النمو في داخل منصة أريد. يعني الباحث يحصل على الوسام ثم ينشر الحصول على الوسام، ثم يأتي باحث آخر ويقدم على الوسام، أصبح هناك تحدي بين الباحثين بعدد الأوسمة وأنواع هذه الأوسمة التي يحصلون عليها. هي شارات، وبعض هذه الأوسمة حولت إلى أوسمة حقيقية مثل هذا الذي تفضلت به الآن بين يديك، وسام باحث مبادر، هذا يمكن أن يحصل عليه الباحث بطريقة عينية ويرتديه حتى في المؤتمرات، في الفعاليات، يضعه يعني في هذا. أيضا ضمن الأوس في الأشياء التي نعطيها للباحث في المحفل العلمي الدولي اسمه وشاح الباحث، هذا الذي أرتديه الآن هو وشاح، بدأ منذ المحفل العلمي الأول في ماليزيا، أنه كل الباحثين يرتدون هذا الوشاح. لو تشاهدون الفيديوهات القديمة تشاهد أنه كل باحث يعتلي المنصة يتحدث ببحثه، يرتدي هذا الباحث وحتى يشار إليه في الأناشيد التي تتغنى بمنصة أريد. بعض الأناشيد التي صدرت على المنصة
تتحدث عن هذا الوشاح، يقولون بوشاح وردي قان. يعني هذه أمور حقيقة هي يمكن ما تؤثر على موضوع البحث العلمي، بس تبرز الباحث وتحتفي به وتشجعه ويعني تحفزه للأمام، تستطيع أن تميزه عن أقرانه. هذه فكرة الأوسمة وحتى الوشاح وحتى الدروع التي تمنح للباحثين والمؤسسات التي نتعاقد معها. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأنا أتمنى أن تتوسع هذه الاستضافات لتشمل أعضاء منصة أريد. يعني الآن عندنا في المنصة عالم فوق المنصة برنامج، طبعا لمن لديه درجة علمية برتبة بروفيسور أستاذ دكتور يستضاف في هذا البرنامج، يعني أو مدرسة علمية أو تجربة تستحق الإشادة والظهور. وهذا البودكاست فكرة جميلة، يعني نسأل الله أنه يطرح فيها البركة وتستضيفون كم كبير من الباحثين. يعني عندنا 120 ألف باحث، على الأقل 10,000 منهم يستحق أن يعمل معه لقاء وتستفيدون من الخبرة اللي عند هؤلاء الباحثين. فكرة جميلة. والحلقة الأولى كانت استضافة الوزير، معالي الوزير، أنا قمت بهذا اللقاء، وإن شاء الله هذا هو الحلقة الثانية وتتوالى الحلقات فيما بعدها. كل التوفيق لكم، وتحية لأعضاء منصة أريد، تحية لجميع المتابعين، نراكم في ملتقيات قادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام حلقتنا اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور سيف السويدي على هذا اللقاء العلمي الماتع. لقد استفدنا كثيرا من تجربته الغنية ومشاركته القيمة حول التنقل بين المشاريع الواعدة وتعدد التخصصات. نوجه دعوتنا لجميع أعضاء منصة أريد العلمية للمشاركة في برنامج أريد كاست، نرحب بكم جميعا. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا عبر الضغط على زر سبسكرايب لتصلكم المزيد من اللقاءات والحوارات المثيرة. وإذا وجدتم هذه الحلقة مفيدة نرجو منكم نشرها للمساهمة في نشر المحتوى العلمي النافع. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.